6 أيام على رحيل إيهاب جلال رسميا، ولم يعلن اتحاد الكرة عن معايير وخطة اختيار مدرب منتخب مصر الجديد. الحكاية مش حكاية مين هيدرب، جنسيته إيه وشكله إيه وتاريخه إيه. الحكاية حكاية معايير، معايير حقيقية نعرفها علشان نقول ساعتها ده كان مناسب ولا لأ، نجح ولا لأ. لكن هنرجع تاني نجيب مدرب بطريقة حديبادي ولا بطريقة إن شاء الله يبقى فيه البركة، ده ما بقاش ينفع. بنقول كده علشان اللي فات ما ماتش ومش هيموت. إحنا مش هينسينا اللي حصل إلا تطور حقيقي في الفكر حتى لو بنفس الأشخاص. خطة يا ناس الحكاية سهلة لو نسخناها من اللي سبقونا، مش هنخترع الذرة مثلا. يا أهلا بحضراتكم، حلقة جديدة من رقم 10. بصوا بقى، ماتش أهلي وزمالك، ماتشات دوري رجعة، بكرة أهلي وزمالك مع غزل المحلة والبنك الأهلي، ننشغل في الدوري، ننشغل في أحداثنا، مين راح، مين جه، مين اللي هيشتري اللاعب فلاني، مين اللي هيتفاوض مع النادي الفلاني، كل ده ما ينسناش منتخب مصر. أصل الحكاية هي كده بتفاصيلها بالسكريبت كما هو، نتنرفز، نتعصب، نزعل، نتضايق، وبعد كده بننسى المنتخب، يلعب المنتخب، يخسر المنتخب، نفتكر نفس الكلام، يقعد معانا يومين ثلاثة وهوبا يطير، هوبا ننساه. لا، احنا هنا مش هننسى، واتفقت مع حضراتكم من أول يوم وقت ما كانت الدنيا سخنانة قوي والكل بيقول تغييرات والفكر لازم يتغير والتطوير لازم يحصل، كله بينسى مع الوقت، بينسى. ودايما الرهان على النسيان، الرهان من السادة المسؤولين عن الكورة هينسوا. يا عم ماتش الأهلي والزمالك هيخش وهينشغلوا فيه، ماتش الأهلي والمحلة، ماتش الزمالك والبنك الأهلي، الدوري والصراع عليه، والناس هتنسى. لا، مش هننسى. ليه مش هننسى؟ عشان بالنسبة لنا منتخب مصر أهم من كل ده. مش بس منتخب مصر، تطوير الكرة في مصر بالنسبة لنا أهم من دوري مين هيكسبه ومين هيخسره، مين هيهبط ومين هيفضل موجود. انت حتى هذه اللحظة ومع الساعات دي كمان، بعد ما عدينا الساعة 12 فسبع أيام بالظبط، أسبوع بالكامل منذ أن أعلن اتحاد الكرة رسميا رحيل الكابتن إيهاب جلال. ده الإعلان الرسمي، قبلها بأسبوع احنا عارفين الكابتن إيهاب جلال خلاص مشي. المعايير يا اتحاد يا كورة، يا محترمين، يا سادة يا محترمين في اتحاد الكورة، دي حاجة ما تتخباش. قولوا لنا ايه المعايير اللي هتختاروا بيها المدير الفني اللي جاي، قولوا لنا ايه هي الخطة المطلوبة من المدير الفني اللي جاي، قولوا لنا ايه الخطة اللي انتوا هتدوها للمدير الفني وتقولوا له لو سمحت احنا محتاجين نطبقها. انا مش عايز تجيب لي جوزيه مورينيو، بيب جوارديولا، مش عايزك تجيب لي انشيلوتي، مش عايزك تجيب لي يورجن كلوب. انا عايز مدرب هو عارف هو عايز يعمل ايه، واحنا عارفين هو بيعمل ايه. مش كل حاجة نستنى فيها الصدفة ونقول يا رب. دعوات المصريين معانا، احنا رايحين بطولة ورايحين مباراة، وبإذن الله بإذن الله عشان خاطر الشعب الطيب الجميل ده نكسب، عشان خاطر دعوات الناس الغلابة نكسب. كل ده جميل طبعا، جميل، بس لازم احنا نشتغل الأول. هو في حد بينزل شغله هو نازل الشغل بيقول يا رب انا ما بعرفش اعمل كذا وكذا 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 وكذا، بس ان شاء الله يعني ارجوك خليني انجح. انت سعيت؟ انت اجتهدت؟ انت فكرت؟ انت خططت؟ لو كل ده ما اتعملش يبقى انت اللي قصرت. ما هو الناس كلها بتدعي، يعني حتى الناس اللي بلعبهم يعرفوا ربنا وبيدعوا برضه. يعني فكرة الصدفة في حياتنا دي ما ينفعش تبقى هي منهج الحياة ومنهج النجاح. ومرة أخرى هفكرك، معلش أنا بحب أقلب في المواجع عشان ما ننساش، عشان نطور. إحنا لما كسبنا 2006 و2008 و2010 كان محض صدفة. أيوة، ما تتصدمش. لو لا قدر الله كنا خسرنا نهائي 2006 بضربات الترجيح قدام كوت ديفوار، لا الكابتن حسن شحاته كمل ولا اللاعبين دول كانوا كملوا
ولا كان اللعيبه دي هيبقى عندها ثقه بعد كده انها تكسب 2008 او 2010؟ مؤكد كان هيمشي، كان الكابتن حسن شحاته كان هيمشي، المشروع نفسه كان هيخلص. فالمشروع كان صدفه، والصدفه اصلا من ايام منتخب الشباب، انه الكابتن حسن شحاته كان بيدرب منتخب الشباب، فالجيل ده هو اللي كان معاه لما صعد للمنتخب الاول، فركبت العمليه صدفه مش خطه. يعني انت فاهم، انت بتتكلم عن صدفه. وعشان اوضح، يعني مش بتكلم ان احنا كسبنا صدفه فوز بالبطوله نفسه، فكره النجاح، فكره الخطه، الخطه صدفه. لو انت خسرت مباراه 2006 ما كانش كل ده كمل. طيب لو كنت خسرت 2006 كان الكابتن حسن شحاته والمشروع ده كمل؟ تخيل بقى لو كان كمل وانت خسران، كنا اكيد هنكسب برضه 2008 و2010، بس اكيد ما كانش هيكمل. بطبيعتنا وطريقتنا ما كانش هيكمل. انت ازاي بتلعب بطوله على ارضك وتخسر من كوت ديفوار في النهائي؟ فلا، انت كده مش هتكمل، دي حاجه كارثه على الكره المصريه، وما ينفعش وما ينفعش وما ينفعش. زي مثلا كارلوس كيروش لو كان صعد لكاس العالم او فاز بكاس الامم الافريقيه، كان اكيد زمان دلوقتي قاعد معانا، ما كناش قلنا الكلام ده كله. بس هو مش عشان ما كسبش الاثنين، ما صعدش لكاس العالم او كسب كاس الامم الافريقيه في المباراه النهائيه او في تصفيات كاس العالم. فادام انت عشت بالصدفه فتره وربنا سهلها معاك، مش كل مره بقى. قول لي يا سيدي المعايير، قول لي ما تتكسفش، قول لي والله انا عايز المدرب اللي جاي يكون مدرب بيعرف مثلا يطلع لاعبين شباب ويدعم بيهم المنتخب. قول لي مثلا المعايير اللي عندي، ان انا عايز يبقى عندي شكل هجومي وكره ممتعه لمنتخب مصر. قول لي لا، المعايير بتاعتي انه لا، احنا بتوع كره دفاعيه ونجحنا نجاحات باهره بكره دفاعيه. قول لي مثلا احنا عايزين المدرب اللي جاي لمنتخب مصر يكون بيعرف يخطط لباقي المنتخبات، مش بس منتخب مصر الاول. قول لي ان المعايير بتاعتنا ان المدرب بتاع المنتخب يكون بيبص على مسابقات الناشئين والدرجه الثانيه. قول لي المعايير اللي هتختار بيها المدرب. كان معانا من اسبوع تقريبا مدير الاتحاد الانجليزي السابق، وقال لك ان هم بيختاروا ساوثجيت المدير الفني الحالي لانجلترا، كانوا بيعملوا معاه انترفيو، مقابله شخصيه هو ومدربين اخرين عشان يشوفوا مين المناسب. هل احنا هنعمل كده؟ على فكره ده مش انجلترا بس، ده بيحصل في كل المنتخبات وفي كل الفرق، تحديدا المنتخبات، عشان المنتخبات بيبقى لها خطط مختلفه عن الفرق. وان كان بعض الفرق طبعا في الانترفيو ده او المقابله الشخصيه اللي حضرتك بتعملها لما بتروح شغل جديد، ده بيتعمل مع المدربين الكبار. هل احنا قلنا مثلا هنختار 3 أو 4 اسماء متاحين في الماركت اللي فاضيين ونعمل معاهم لقاءات شخصيه؟ هنسالهم بقى. هو حضرتك مش هتساله على السي في بتاعه، ما انت جايبه وانت عارف السي في بتاعه اكيد، بس هتساله بقى، هتقول له انت بعد 5 سنين شايف نفسك فين؟ ايوه انا مش بهزر، هتساله كده، هتقول له المنتخب بعد 5 سنين هيكون فين؟ المنتخب بعد 5 سنين معدل الاعمار فيها هتبقى عامله ازاي؟ المنتخب بعد 5 سنين هيبقى فيه كام لاعب محترف؟ هتتقال بالصيغه دي؟ انت لما هتلعب كاس الامم الافريقيه ناوي ازاي توصل للنهائي؟ هتشتغل ازاي؟ خطتك ايه؟ طريقتك ايه؟ اسلوبك في اللعب ايه؟ انت مذاكرنا كويس ولا مش مذاكرنا؟ عارف المكان اللي انت جاي تشتغل فيه ولا مش عارفه؟ نفس الانترفيوهات بتاعت الشغل الطبيعي بتاعك ده وانت رايح تشتغل في مصنع ولا في شركه، بيحصل مع المدربين، مش عيب يعني، هما ما بيتضايقوش وانت مش المفروض تبقى مكسوف. حاجات بتحصل يعني، هم مش هيستغربوها عشان عارفين انها بتحصل في كل العالم، احنا بس اللي ما بنعملهاش. طيب حتى هذه اللحظة المدرب القادم لمنتخب مصر هو الأقرب ليه كارلوس كيروش مرة أخرى. طيب هتقول لي ازاي؟ هقول لك انه الراجل مش رافض رفض بات، بس زي ما تقول كده بيتعزز. مش انتوا مشيتوني المرة اللي فاتت؟ مش انتوا ما قدرتوش اللي عملته المرة اللي فاتت؟ طيب انا كنت باخد كام؟ كنت باخد 100,000 دولار، انا دلوقتي عايز 160,000 دولار. طب هنزودك 20,000 دولار على الرقم اللي انت كنت بتاخده، تاخد 120,000 دولار. قال لك لا، انا عايز 160,000، عفوا يورو مش دولار، 160,000 يورو. عموما كارلوس كيروش ساب لهم 48 ساعة عشان يحسم موقفه النهائي من العودة إلى منتخب مصر أو رفض العرض الجديد من اتحاد الكرة. ما
كنا فيها، ما كنا فيها يا ناس، ما كنا فيها، ما كنا فيها والدنيا سهلة، مزاج عندنا نصعب كل حاجة على نفسنا. الراجل طبعا لا أنا محتاجينه دلوقتي، لأنها فرصة أنه يتشرط أكتر، وأنا لو مكانه هعمل كده بالمناسبة، يعني عايز حقي يعني أتفاوض. آه شرف كبير ليه أنه يدرب منتخب مصر، زي ما هو برضو شرف لنا أن إحنا عندنا مدرب كبير زي كارلوس كيروش، بس ما هو هي الحاجة كده فرص، فهو بيستغل الفرصة، بيستغل الفرصة، خاصة أن خروجه من منتخب مصر ما كانش خروج بالشكل الأمثل بصراحة. مش عايز أقلب المواجع تاني وأعيد الكلام تاني يعني، بس عموما خلونا نشوف الأيام اللي جاية. في أسماء كتيرة برضو مرشحة قدام طاولة اتحاد الكرة، المهم زي ما قلت لكم الاختيار يبقى مدروس بمعايير واضحة، نعرف اللي جاي ده مطلوب منه إيه وهو هيدينا إيه، وكله يبقى زي ما بيقولوا كده على عينك يا تاجر، الأمور تبقى واضحة، مش نستنى الصدفة أو نفضل نقول كل شوية يلا دعوات المصريين، لا عايزين حد يشتغل بشكل علمي بقى وشكل مفهوم وشكل مدروس. اتحاد الكره لما نيجي نساله ايه المعايير اللي اخترت بيها المدرب، ما يقولش اصله يبدو ان احنا اتسرعنا ولا ما كناش مفكرين كويس، لا ادرس وفكر واختار مدرب جيد لمنتخب مصر، عشان ده مدرب منتخب مصر مش مدرب لنادي ولا حاجه. طيب نسمع راي اسطورتنا الكبير الكابتن الكبير كابتن فاروق جعفر. يا كابتن فاروق مشرف ومنور. كريم حبيبي ازاي اخبار حضرتك؟ ايه كله بخير؟ تمام الحمد لله. انا كنت بتكلم منذ لحظات عن معايير اختيار مدير فني جديد لمنتخب مصر. اتحاد الكره حتى هذه اللحظه ما قالناش ايه المعايير اللي هيختار بيها، ما قالناش مثلا انه هيعمل لقاءات مع مدربين يجوا يدربوا منتخب مصر، وقلت انه ضروري يبقى في معايير عشان بعد كده نحاسب بيها اتحاد الكره، واتحاد الكره يقدر يحاسب بيها المدير الفني الجديد لمنتخب مصر. راي حضرتك ايه؟ تمام. انت لما تيجي تعمل معايير لازم تعمل لجنه تشتغل على المعايير، يعني طبعا لجنه تكون اكاديمي مثلا، ويكون ممارس ويكون درب ويكون وصل لدرجه من التدريب او لمرحله من التدريب ان بيقدر يقيم المدرب، ودي المعايير اللي انت هتتكلم عليها. وتحط له اهداف ليه، يعني ما تتكلم في المعايير تتكلم في الناحيه مثلا الثقافيه، الناحيه العلميه بتاعته، خبراته، الحاجات دي كلها دي هتحطها على جنب، لكن لازم تبقى حاطط له التارجت يشتغل عليه ان هو هيحقق لك مثلا انت جايبه عشان ايه؟ جايبه عشان اعمل منتخب الاول، اكون او احضر منتخب جديد لمده 4 سنين يشتغل عشان يشتغل كاس العالم. ثاني حاجه ان انا اكون جايب حد عنده خبرات تقدر، مش عايز اقول بقى خبرات افريقيه وعربيه وكلام احنا يعني استهلك الكلام ده، يكون عنده خبرات يقدر يختار اللعيبه بشكل كويس، عينيه كويسه، مع لجنه بتعرض عليه لعيبه معينه، واللجنه دي هتبقى من خلال اتحاد الكوره، يعني اتحاد الكوره المفروض هيعمل لجنه تبتدي تفكر في اسامي لعيبه او تكون بتتابع لعيبه معينه. يعني ودي بتخلي يعني كانهم مثلا كانهم مستشار، يعني اللجنه دي استشاريه يعني. طب مش ده دور الجهاز المعاون كابتن فاروق؟ يعني الجهاز المعاون اللي معايا يعرض عليه لاعبين ويقول له بص على دول بص على دول. بس انت لما تيجي تخش على الناحيه الاكاديميه لازم تروح للناحيه الاكاديميه، يعني انت تقول ما بتتكلم عن معايير الممارس بيبقى جزء من المعايير طبعًا. لكن انت بتتكلم عن المعايير، يعني ما تيجي تتكلم على البرامج، تيجي تتكلم على التحليل الفني، التحليل الاداء، التحليل يعني التوظيف اللعيب في الملعب شكله عامل ازاي، المعدل البدني بيبقى شكله عامل ازاي، المعدل الفني بيبقى عامل ازاي، التنسيق في الملعب، الخطوط في الملعب، اللعيبه اللي قريبه من بعض في الاداء الحركي، كل الحاجات دي انت بترجع لازم ترجع للناحيه الاكاديميه. صحيح. لازم يبقى معاك شريك، يعني مش ضروري اللجنه فيها فنيه، فيها نواحي مثل اكاديميه، فيها نواحي مثل بتتكلم على معنويا، نتكلم انت تعرف الاعداد المعنوي دلوقتي بقى زي ما بتتكلم على الاعداد الفني، الاعداد البدني، الاعداد المعنوي هو اللي بيأهل لك ان انت تطلع الناحيه الفنيه، الناحيه البدنيه. يعني بيأهل لك نفسيا ومعنويا ان انت تكون جاهز تأدي بشكل كويس. اللي احنا ما بنهتمش بدي، احنا بنقول مثلا في اوضه اللبس شد حيلكم يا رجاله، لا ده لازم يبقى فيهم حاضر. يعني الهدف ان دايما الالعاب الفرديه او الالعاب مثلا بتتكلم عن الملاكمه او اي لعبه فرديه هتلاقي طول ما المباراه شغاله المدرب بيطلع يقول له ايه؟
انت هتكسب، انت معنويا انت الاقوى، انت اللي بتتحرك، انت الاخف، يعني بيأهله ان هو يكسب، يحطه على التارجت بتاعه ويحطه على التراك بتاع المكسب. هو ده ده الناحيه المعنويه. في لعيبه بتخاف من المباريات. صحيح. يعني انا هكلمك في حاجه مهمه جدا، انت رايح السنغال واللعيبه خايفه. من الجماهير، انت حضرت الاول عملت اعداد نفسي ضد اللعيبه، ان انت هتقول 50,000 متفرج هم، واحنا ما عندناش غير مثلا 2000 متفرج او 3000 متفرج، وهم عملوا حاجات في الملعب احنا ما قدرناش نستغلها برضك بالثقافه، ان كان في مشاكل موجوده في الملعب هناك لكن احنا يعني تغاضينا عنها واتكلمنا فيها بعد فوات الاوان. فانت لازم تبقى في، اذا بتتكلم على الاعداد الفني، الاعداد البدني، لازم تتكلم على الاعداد طيب النفسي والمعنوي، ده لازم بشكل كبير. يعني كابتن فاروق، حضرتك مع ولا ضد عوده كارلوس كيروش مره اخرى تدريب منتخب مصر؟ والله انا كان نفسي ما يمشيش صراحه. يعني انا يعني سالت اكتر من كذا مره، انا قلت لا هو ما يمشيش. ليه؟ خد على الكره المصريه، عرف اللعيبه، عرف طبيعه اللعيبه، بدا يحط طريقه جديده، الناس زعلانه منها. يعني الناس كانت زعلانه، ما تزعلش، انا عندي مصر اهم من اي من الانديه دي كلها. يعني مصر هي رقم واحد بالنسبه لي. صح. انا ما زعلش عشان مثلا لعيب ما انضمش للمنتخب ابقى زعلان، ابقى بحارب المدرب، لا، احنا كلنا لينا هدف واحد هو البلد. يعني اي فرقه كبيره، اهلي، زمالك، بيراميدز، الفيوتشر اللي هيلعبوا في البطوله الكونفدراليه او ابطال الدوري، دول بيمثلوا مصر. بيمثلوا مصر، ما حدش بيمثل لا اهلي ولا زمالك ولا بيراميدز دول، لا، ده بيمثلوا مصر. فانا لازم يكون عندي يعني وعي ان انا بمثل مصر، وده بيبقى شرف لاي واحد، او يبقى كل واحد بيقاتل عشان البلد نمره واحد. فانا شايف ان يعني انا من وجهه نظري كروش ما مشي، ما كان في تصرف، حتى لو قعدوا معاه يقعدوا يتفاوضوا معاه يتكلموا، وتعيين كمان ايهاب جلال، ما في ظلم، وفي يعني في قرار سريع، وفي في نفس التوقيت ظلم ليه، وفي نفس التوقيت انت ما اديتوش فرصه. صحيح. فالثلاث عوامل دي مثلا هتاخد منه ايه؟ الا احباط ليه، يعني عشان يوم ثاني ايهاب جلال هياخد وقت عشان يرجع، لكن عموما ان شاء الله يبقى موجود في الدوري. صحيح. لكن احنا نتمنى ان يكون مدرب شخصيه كويسه، بيفكر كويس، يواكب طرق اللعب اللي في العالم. احنا دلوقتي احنا اتعودنا 4 2 3 1 4 3 2 1، اما المدرب بيلعب ب 3 4 3 بتبقى الدنيا مقلوبه. صحيح. يقول لك ده هيبوظ الفرقه، الديفنس هيبقى ضعيف، لا، لازم نتعود وانت تواكب الكره الموجوده في العالم، وده شغلك. مظبوط. عايز توصل للعالميه، عايز توصل ان انت تلعب في البطولات الكبيره، عايز تقيم بشكل جيد جدا، لازم تكون مرتبط بطرق اللعب اللي موجوده في العالم، ما تبقاش انت لسه زي دلوقتي بتفكر في اربعه، اذا في ماتشات مدير فني في الانديه بيلعبها 4-4-2 حاجه مثلا، ابن التكنه وعنده قدرات لعيبه تقدر تلعب كده. صحيح. طيب كابتن فاروق، عايز اخدك في جزئيه ثانيه كنت هتكلم فيها النهارده، وهي النهارده واحنا بنبص على قوائم الاهلي والزمالك لمباراتي الغد قدام البنك الاهلي وغزل المحله، اكتشفت عدد كبير جدا من الاصابات العضليه سواء في الاهلي او الزمالك. الموضوع ارهاق فقط ولا ممكن يبقى فيه اسباب ثانيه ليها علاقه بالتدريبات او ليها علاقه باسلوب الحياه؟ ايه المشكله اللي تخلي فيه اصابات عضليه كتير قوي عند الاهلي والزمالك؟ احنا دلوقتي بنيجي بنقيم الاصابه، في اصابه بتبقى مزمنه عند اللعيب، وفي اصابات عايزه محتاجه وقت. يعني انت بتتكلم على العضله الضمه دي محتاجه وقت، اللي هي عند حمدي فتحي مثلا، عند محمود علاء، دي بتاخد وقت، لازم تاخد وقت، بيروح لعيب الكوره، قلب لعيب الكوره هي العضله الضمه. صحيح. هي الحاجه الوحيده يعني اللي ممكن، لا قدر الله عندك غضروف هتقدر تجري، عندك مثلا تمزق هتقدر تجري على قد التمزق، لكن العضله الضمه دي ما تخليكش تلف. خلاص ما تقدرش، فالعضله دي عايزه برضك يكون متخصص، مش انا دكتور العظام مش بتاع كل حاجه، انا دكتور العظام في مثل بتاع عظم، في دكتور بتاع عضلات، بتاع مصل، بتاع عضلات، يعني واحد بتاع مفاصل، واحد يعني في كذا، يعني لازم يبقى تخصصات، تشكيله في الجهاز الطبي، تشكيله. ما تجيش تقول لي ده جهاز، ده الدكتور ده كبير عالمي كويس، بس مين اللي هيعمل الاعداد للعيب ده؟ ومين اللي هيباشر الاعداد ده؟ ومين اللي هيعرف ان هو خف ولا ما خفش؟ يعني او وصل لمرحله ان بقى كويس ولا مش بقى كويس؟ انت لازم تروح الناحيه الاكاديميه، دلوقتي العالم كله لازم تروح الناحيه الاكاديميه، الناحيه العلميه،
هي الاساس. حتى لو انت بتلعب كوره وتربينا كلنا لعبنا بره وفي الانديه وفي الشوارع وكل ده، لكن في النهايه عشان تستمر لعيب كوره لازم هتخش تحت منظومه النظام، النظام العام ان انت تشتغل من خلال الناس اللي عندهم عندهم في ناس بتاعه كوره وناس عندها ناحيه فنيه عاليه جدا، ناحيه تكتيكيه عاليه جدا، لكن في النهايه هتروح لحاجتين، الاعداد البدني والاصابات، والناحيه الثانيه الاعداد النفسي. يعني لازم دول تبقوا هم عنصر موجودين مع الناحيه الفنيه. طيب عايز اخدك كمان لنقطه مهمه كابتن فاروق، وهي نقطه عامه مش هتكلم فيها بشكل خاص. الايام اللي فاتت قوي يعني، مش الايام اللي فاتت كام يوم دول، كان الناس تتحدث عن اولاد العاملين بين قوسين، اولاد اللاعبين واولاد المدربين اللي بيلعبوا كره قدم. الاسبوع ده الناس تشيد بمصطفى شوبير، الناس تشيد بسيف جعفر، الناس تشيد بيوسف اسامه نبيه، وانهم لعيبه مؤهله انها تكون لعيبه كبيره في المستقبل مع الوقت ان شاء الله. عايز رد حضرتك على هذا الامر، عشان انا امبارح كنت بقول هو يعني ذنبهم المفروض ما يلعبوش كوره عشان هم اولاد نجوم واساطير كبيره. بص الكوره ما فيهاش سند. ايوه يعني اي حاجه، اي وظيفه، اي شغل، اي حاجه ليها سند. يعني يقول ده ابوك المثل كذا، يبقى الولد يطلع زيه، ابوك الدكتور، الولد يمشي نفس الخط، ابوه مهندس يمشي. الكوره لا، الكوره لازم تكون انت عندك الموهبه وعندك مثلا التحدي اللي انت هتشتغل بيه، عندك ان انت عندك طموح شخصي ان انت توصل لهدف معين وتبقى وتعدي ابوك وتبقى اشهر من ابوك وتبقى احسن من ابوك. وده لعيب الكوره ما بيقعدش يفكر يقول انا بمين، لا الكلام ده غلط. ما فيش لعيب كوره، انا اتحدى اي لعيب كوره صغير او لعيب كوره او احنا او اي حد، لو كان ابويا لعيب كوره او اي واحد كان ابوه لعيب كوره، عايز يبقى زي ابوه، لا عايز يبقى احسن من ابوه. صح. يعني هو مش بيفكر حتى يكمل المشوار بتاع ابوه، يقول لك لا 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 ده كلام زمان، لازم انا اعدي ابويا ولازم اشوف الكوره في اوروبا عامله ازاي واشوف الكوره واللعيبه المحترفه. وخلي بالك الرؤيه المستقبليه لكره القدم مع محمد صلاح اتغيرت. خلينا نتفق ان الكره اتغيرت في مصر. مصر كان اهلي وزمالك مثلا 5 مليون بيتفرجوا على اهلي وزمالك في مباراه. اهلي وزمالك النهارده محمد صلاح لوحده، ده الاهلي والزمالك بيتكلم مثلا في 30 لعيب من الاهلي و30 لعيب من الزمالك وجهاز فني ومجلس اداره. النهارده محمد صلاح بيلعب مباراه بيبقى ب 30 مليون بيتفرجوا عليه. صحيح. يعني اضعاف اللي انت بتتكلم عليهم. فالرؤيه اتغيرت، الرؤيه بتاعت المشاهد، الرؤيه بتاعت الراجل اللي عنده انتماء لنادي او بيحس. فهنا اولاد اللعيبه بتبقى مظلومه. يعني انا سيب بقاله سنتين بيكافح، مصطفى شوبير بقاله سنتين بيكافح، يوسف اسامه بقاله سنين بيكافح، وفي لعيبه على فكره ممكن يكونوا احسن من اولادنا والظلمه ما خدوش فرصه ان هم اولاد لعيبه. فانت لازم انت بقى تكافح ويبقى عندك الاصرار. وهو مش اللعيبه دي بتبقى شايفه نفسها غيرنا، يعني شايفه نفسها ان هو مثلا عنده امكانيات احسن، مثلا المصطلحات بتاعت الكوره بيكلمها بطريقه احسن، فكره في الكوره احسن، السوشيال ميديا عامله جو عام للعيبه. طب وانت كابتن فاروق شايف سيف هيبقى احسن من ملك النص؟ يا اتمنى يكون احسن مني 100 مره. يعني اتمنى يكون احسن. خلي بالك مش عشانه. خلي بالك التاريخ دايما يعني انا لعبت في نادي الزمالك، في لعيبه كثيره لعبت في نادي الاهلي وفي نادي الزمالك، لكن يعني مثل حد مثل صغير كابتن حسن شحاته لعب للاهلي، لعب اسف للزمالك، ولعب كل ولعب في الكويت لثلاث انديه، ولعب باسم الكويت في المنتخب العسكري، في المنتخب القاري بتاع بطوله اسيا. لكن في النهايه اما حسن شحاته لعب ودرب منتخب مصر، حسن شحاته بقى اسطوره من اساطير الكوره، ان هو عمل حاجه باسم مصر. وانت لازم اللعيبه دي يبقى عندها طموح، مش الاهلي ولا الزمالك ولا لا، طموحها ان هو يبقى بيمثل مصر حتى لو كان محترف او بيلعب في المنتخب بشكل جيد بشكل كويس، يبقى عنده الرضا. والناس اللي بتهاجم الاولاد دول لا ما يهاجمهمش، ده لسه اولاد بادئين المشوار، لازم احنا نساندهم. هايل. يعني لازم نساعدهم. صح. واي واحد لعيب كوره عنده ابن لازم زميله يساعده. يعني يساعده لو عنده حس فيه ان هو عنده موهوب ويقدر يأدي. لازم يقف جنبه، فما يبقاش اللعيب عنده موهبه وممكن تاخد منه منتج جيد في المستقبل وبعدين انت تقعد تضغط عليه وتحاربه وتدوس عليه. الكلام ده بيبقى مش منطقي يعني يا كريم. صحيح. كابتن فاروق جعفر اسطوره كره القدم المصريه، انا بشكر حضرتك شكرا جزيلا على هذه المداخله القيمه كالعاده. طيب نرجع تاني
لأخبارنا، وكابتن محمد شوقي هيكون مدرب عام مع كارلوس كيروش في حال عودته لمنتخب مصر. اتحاد الكرة اتفق على الاستعانة بكابتن محمد شوقي في منصب المدرب العام لو عاد كيروش مرة أخرى لتدريب منتخب مصر، بجانب عصام الحضري مدربا للحراس. بس مجلس اتحاد الكرة تحفظ على الاستعانة مرة أخرى بالكابتن ضياء السيد بعد الانتقادات اللي واجهها كابتن ضياء السيد لاتحاد الكرة في الفترات الأخيرة. ده هيبقى الجهاز أو بعض الأسماء اللي في جهاز كارلوس كيروش لو عاد مرة أخرى لمنتخب مصر. طيب ده بالنسبة لكارلوس كيروش. تعرفين القصة بتاعت السنغال بعد ما خسرنا من السنغال في تصفيات كاس العالم، بعد ما خسرنا بطاقة تصفيات كاس العالم طلع اتحاد الكورة وقال انه هيقدم شكوى للاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا عشان خاطر يعيد المباراة، والناس اتعشمت. وانا فاكر انا هنا قلت لكم ما فيش الكلام دوت والمباراة مش هتتعاد والكلام ده كله ايه لتهدئة الرأي العام او يعني يدوك امل. احنا على فكرة تاريخيا كل ما بنخرج من تصفيات كاس العالم بيتقال لنا ان احنا هنعيد الماتش، بقت كليشيهية وكليشيهية حتى المسؤولين عن الكورة صدقوها فبقوا يمشوا وراها اللي هو بيحاول ياخد اي اجراء. بس طبعا الكلام كان واضح انه مستحيل يحصل ده. المهم اتحاد الكوره كان اشتكى الاتحاد الدولي، اشتكى السنغال الاتحاد الدولي، الاتحاد الدولي فعلا عاقب السنغال بمباراه بدون جماهير وغرامات ماليه. وكان اتحاد الكوره حق التظلم على قرار الفيفا لفتره معينه، الفتره دي انتهت خلاص، المهله دي انتهت خلاص، يعني اتحاد الكوره ملوش حق الاستئناف دلوقتي على قرار الاتحاد الدولي لكره القدم وما بعتش التظلم للمحكمه الرياضية الدولية وقضي الأمر. يعني خلاص ملف السنغال ده خلص تماما تماما رسميا. يعني تقول لي ليه بقى؟ يقول لك اتحاد الكرة كان مشغول وكان الوقت بالنسبة له مش سامح لده. طيب زي ما قلت لكم واحنا بنبص على قوائم الأهلي والزمالك غدا لقينا إصابات بالكوم، بالجملة إصابات عضلية تحديدا. ايه اللي بيحصل مع التطور في اجهزه الاستشفاء، مع التطور في الاجهزه اللي بترجع اللعيبه تاني وبتعمل لهم ريكفري، ومع العدد اللاعبين الكبير المفروض في الاهلي والزمالك اللي ممكن يعوضوا الغائبين، بس الاصابات العضليه بقت ضخمه وعددها كبير جدا. ايه المشكله؟ نفهم الاصابات العضليه دي بس هي ارهاق ولا ممكن اسلوب تدريب، اسلوب حياه؟ ايه الازمه في الاصابات العضليه الكثيره جدا بالنسبه للاهلي والزمالك تحديدا، يعني عن كل الفرق اللي موجوده في الدوري؟ معايا عبر الهاتف دكتورنا الكبير دكتور طارق سليمان طبيب منتخب مصر السابق. يا فندم صباح الخير، حضرتك مشرف ومنور. اهلا صباح الفل كابتن كريم. ازي حضرتك دكتور طارق؟ عايزين نفهم يا دكتور طارق، احنا بنبص على القوائم النهارده اصابات عضليه بالكوم مش اتنين ولا تلاته، انت بتتكلم في كل فرقه عندها 9 او 10 لاعبين عندهم اصابات عضليه، ليه الرقم يبقى ضخم جدا في فريق بيلعب وفريق كبير وعنده اكيد الاجهزه الحديثه اللي ممكن ترجع اللعيبه؟ اولا بسم الله الرحمن الرحيم، احنا طبعا نمره واحد ان الدوري عندنا غير منتظم، دي نمره واحد. المفروض بين كل موسم وموسم تاني بيبقى فيه فتره راحه سلبيه مهمه جدا للاعبين، سواء لاعبين محليين او لاعبين دوليين، بحيث ان هو يحصل الاستشفاء الكبير. احنا حضرتك بتتكلم الوقت على الاستشفاء اللي بعد المباريات بالظبط، لا الاستشفاء الكبير اللي هو بعد نهايه كل موسم. واحنا شفنا بره لما بينتهي الموسم سواء دوري انجليزي سواء دوري فرنسي او اسباني، لازم اللعيبه كلها بالامر بتاخد فتره راحه. صحيح. الفتره الراحه دي عشان الجسم البشري يبدا يعيد الالياف العضليه من جديد، الكبد بتاعك يرجع يشتغل مظبوط، الكلى بتاعتك ترجع تشتغل مظبوط، القلب يبدا ياخد الراحه بتاعته، وبعد كده تبدا فتره الاعداد البدني المظبوطه اللي هي مبنيه على قياسات بدنيه وقياسات فسيولوجيه بتحطها الانديه بحيث انها تحط البرنامج التدريبي الملائم لكل لاعب. ده في رايي السبب الاولاني لكثره الاصابات اللي هي موجوده في اللاعب المصري وفي الانديه الكبيره سواء الزمالك او الاهلي او بيراميدز او اي فريق. الحاجه الثانيه الثقافه اللي هي البدنيه وثقافه التغذيه وثقافه الراحه
وثقافة الاستكفاء اللي لدى اللاعب مهمة جدا. لازم اللاعب يبقى عارف ايه اللي بيغذيه كويس، بياخد فترة راحة ونوم قد كذا، نوعية الأكل اللي بياخدها المفيدة للعضلات، الأملاح المعدنية اللي بياخدها عشان تقيل الإصابة، السوائل المظبوطة اللي هي بياخدها سواء قبل التمرين أو قبل المباراة وفي خلال التمرين أو خلال المباراة وبعد التمرين والمباراة. دي القصة. القصة الثالثة بسبب الإصابات دي، يمكن حضرتك جبت جزء منها، الحمل التدريبي. الحمل التدريبي دايما ممكن يبقى جزء مهم أو مهم قوي الإصابة بتاع اللاعب، خاصة الفرق اللي بيتغير عليها أجهزة فنية كتير. تعرف دلوقتي كل جهاز فني بيجي معاه الجهاز التدريبي بتاعه، بيبقى بما فيه مخطط الأحمال، بيبقى فيه الناس اللي هي بتعمل استشفاء، كل الكلام ده، كل مجموعة عقبال أنا مبدأ أخد اللعيبة دي وأبدأ أعمل لها أسسمنت أو أقيمها تاني، أقيم عضلاتها وأقيم حاجتها، الاختلاف الأجهزة واختلاف الحمل التدريبي وحتى طرق التدريب دي بتؤدي لإصابات إيه؟ اللاعبين. صحيح. طيب بنيجي الحاجة فضل. المهمة فضل. اللي هي الاستشفاء الوقتي اللي احنا بنقول عليه بقى، الاستشفاء الوقتي بالنسبة للعيب بعد كل مباراة. ناس فاهمة استشفاء غلط ان انا اروح اقعد في التلج بعد المباراة وبعد التمرين وبعدين اتدلك وبتاع، ومش ده الاستشفاء. الاستشفاء حضرتك بيبدأ زي ما قلت لك من السوائل اللي انت بتاخدها قبل المباراة، في وسط المباراة، وبعد المباراة. التغذية قبل المباراة وبالذات بعد المباراة، خلي بالك التغذية اللي بعد المباراة أحيانا بتبقى أهم من التغذية اللي قبل المباراة، وده بيبقى جزء مهم جدا في الوقاية للاعب من الإصابات، خاصة الإصابات الإيه العضلية اللي حضرتك بتقول عليها. طيب أنا في سؤال بقى مهم جدا يا دكتور، لو تسمح توضحهولي. في لاعبين بيبقى عندهم إصابات عضلية متكررة، هل ده يأثر على مشوارهم في الكرة؟ يعني مع ضغط المباريات الكثيرة كده وتبقى الإصابة في نفس العضلة متكررة، هنا هيبقى في، يعني حسب فهمي طبعا أنا مش بفتي، هنا هيبقى في مشكلة في العضلات دي على المدى القريب والبعيد، إن هو ما يقدرش يكمل كورة كمان أو ما يقدرش يكمل لعب بنفس الجودة يعني. تمام كلام حضرتك مظبوط. وفي بعض اللعيبة بدون ذكر أسامي وإحنا قلنا لهم بالذات في الزمالك. اتفضل يا دكتور. الو، اتفضل يا دكتور مع حضرتك. هتصاب باستمرار. وبيبقى السبب ايه حضرتك؟ بيبقى السبب احنا بنقول قلنا في حاجه اسمها اسسمنت، او ان انا بعمل قياسات، والقياسات الفسيولوجيه والعضليه دي من اهم ما يمكن. المفروض انها بتتعمل في بدايه كل موسم وفي وسط الموسم وبتتعمل نهايه الموسم. القياسات العضلية دي فايدتها ايه؟ ان انا بقف على قوة العضلة، استجابتها للإطالات، استجابتها للمرونة، للثبات، كل دي حاجات دلوقتي ودي موجودة في الطب الرياضي، موجودة في كل حتة. صحيح. بيطلع لي ريبورت كامل اللعيب دوت عند ايه العضلة الضعيفة عنده، عنده مشكلة في التوازن، عنده مشكلة في الثبات، عنده كل دي بتظهر، وبيبقى عندي الفايل كامل للعيب ده، وبناء عليه بقدر اعرف ان اللعيب دوت محتاج ايه العضلة الضعيفة اللي عنده اللي اشتغل عليها، واشتغل عليها استرتشات ولا تقويات. كل دي حاجات مهمة قوي ومتوفرة في كل حتة. صحيح. دكتور طارق سليمان طبيب منتخبنا الوطني السابق، انا بشكر حضرتك شكرا جزيلا على هذه التوضيحات العلميه المهمه. ما احنا لازم نفهم، ما كلش هيقول لك في لعيب عنده اصابه في العضله الضمه، في العضله الخلفيه، في العضله الاماميه، والكلام ده متكرر جدا. هل الموضوع فعلا ضغط مباريات ولا اكتر من كده؟ هو اكتر من كده، مش بس ضغط المباريات. طبعا ضغط المباريات لها دور كبير، والاهم من كل ده انه فعلا احنا ما عندناش حاجه اسمها راحه. احنا فعليا ما بقيناش نعرف الراحه. بالمناسبه في ناس تيجي تقول لك ايه، ما هو في اوقات كده الاهلي والزمالك واللاعبين بتوع الاهلي والزمالك عشان مشاركات دوليه بياخدوا اسبوع ولا اسبوعين اجازه وما بيتدربوش. لا الاجازه اللي هي الايه، عارف انت اللي هو النوم اللي متقطع ده، اللي هو انت اكنك ما نمتش، هو بالظبط كده.
الاجازه المتقطعه دي كده، اللي هو انت اكنك ما خدتش اجازه، ما بتفتش. دي خطه يا جماعه. عارفين انت لما شفتوا محمد صلاح كده مسافر وقلتوا ساعتها انه ازاي بقى يسافر ويقعد على البحر ومش عارف ايه واحنا خسرانين؟ لا، دي حاجه اجباريه. ده هو اصلا النادي لو عارف ان هو ما بيعملش كده هيبقى عنده مشكله. لو نادي عارف مثلا ان هو بيقضي مشاوير وبيلف وبيتعب يعني بيعمل مجهود بدني كبير هيبقى عنده مشكله. الراحه اجباريه. عارف يعني ايه راحه اجباريه؟ يعني حضرتك انت واخد اجازه النهارده، هتسافر تصيف فين؟ هتقعد على انهي بحر؟ هتروح انهي جزيره؟ هتريح حضرتك فين؟ بتبقى كده. احنا طبعا الكلام ده ما مش شايفينه. احنا ما شاء الله المواسم لازقه في بعض، مفيش. احنا بنتعامل مع اللعيبه دي ان هم مكان جرافيكس زي بلاي ستيشن كده، حتى واحنا بنتفرج عليهم بنبقى عايزين ندوس على الدراع على زرار السرعه عشان يجروا، لكنهم مكن او جرافيكس، مش حقيقيين. طيب تعالوا بقى نشوف اصابات النادي الاهلي بكره اللي مش هيبقوا موجودين في مباراه غزل المحله. نفس الامر بالنسبه لاصابات نادي الزمالك في مباراه البنك الاهلي، ونبدا من عند النادي الاهلي. اصابات بالكوم احمد عبد القادر اصيب بمزق في منشا العضله الاماميه، هيغيب عن الفريق لمده 3 اسابيع. الاول مباريات متوقع غيابه عنها: مسابقه الدوري غزل المحله يوم 22 يونيو، سموحه والجونه وفيوتشر وبيراميدز. برضه احمد عبد القادر من المباريات اللي متوقع يغيب عنها مباراه بيراميدز يوم 26 يونيو في كاس مصر. علي معلول اصابه في شد في العضله الاماميه، هيغيب 10 ايام. مباراه متوقع انه يغيب عنها غزل المحله وسموحه وبيراميدز. حمدي فتحي اصابه بشد في العضله الخلفيه، هيغيب 10 ايام ايضا. مباريات متوقع يغيب عنها غزل المحله وسموحه وبيراميدز. حسين الشحات كدمه في الكاحل وتر اكيليس، هيغيب لمده اسبوع، هيغيب عن مباريات غزل المحله وسموحه وبيراميدز. 3 مباريات في منتهى الاهميه للاهلي، في منتهى الاهميه. ايمن اشرف التهابات في الركبه، هيغيب لمده اسبوع، غزل المحله وسموحه وبيراميدز. تعالى بقى على الزمالك. محمد ابو جبل اصابه بشد في العضله الضمه، هيغيب او متوقع يغيب عن مباراتي البنك الاهلي وسيراميكا كليوباترا. محمود علاء كدمه قويه في القدم، هيغيب عن مباراه البنك الاهلي. محمد عبد الغني كدمه قويه ايضا في القدم، هيغيب عن مباراتي البنك الاهلي وسيراميكا كليوباترا. عبد الشافي كدمه قويه في القدم، هيغيب عن البنك الاهلي وسيراميكا كليوباترا. احمد فتوح في مرحله التعافي من تداعيات اصابته بفيروس كورونا، غالبا هيغيب عن مباريات البنك الاهلي وسيراميكا كليوباترا والمقاولون العرب. حمزه المثلوسي التواء في كاحل القدم، هيغيب عن مباريات البنك الاهلي وسيراميكا كليوباترا والمقاولون العرب. الله يكون في عون الزمالك والاهلي، والزمالك تحديدا كمان غياباته اكتر بكتير. طارق حامد يعاني من اصابه في الركبه وينفذ برنامج تأهيلي، مباريات متوقع غيابه عنها بنك الاهلي وسيراميكا كليوباترا والمقاولون العرب. والله اعلم بالباقي. حازم امام شد في العضله الخلفيه، هيغيب عن مباراه البنك الاهلي. مبدئيا كتير قوي، كتير قوي قوي قوي. طيب تعالوا نروح لقائمه النادي الاهلي لمباراه غزل المحله، هيكون فيها محمد الشناوي في حراسه المرمى ومعاه مصطفى شوبير وحمزه علاء. في خط الدفاع هيتواجد محمود متولي ورامي ربيعه وياسر ابراهيم ومحمد اشرف وبدر بنون ومحمود وحيد وكريم فؤاد ومحمد هاني. في خط الوسط احمد نبيل كوكا وعمرو السوليه ومحمد مجدي قفشه وزياد طارق وطاهر محمد طاهر ووليد سليمان وبيرسي تاو. وفي خط الهجوم صلاح محسن وحسام حسن ومحمد شريف. طيب معايا عبر الهاتف واحد من الاسماء الكبيره والعظيمه في تاريخ التحكيم المصري، الكابتن الكبير كابتن جمال الغندور رئيس لجنه الحكام الاسبق وحكمنا المونديالي الكبير. يا فندم صباح الخير، حضرتك مشرف ومنور. صباح الخير يا كريم، تحياتي ليك وتحياتي لكل المستمعين. اهلا وسهلا. اهلا بحضرتك يا فندم. طيب انا عايز اسال حضرتك بصفتك يعني من اكبر خبراء التحكيم في الكره المصريه يمكن على مر التاريخ، ايه رايك في فكره وجود خبير تحكيم اجنبي للتحكيم في مصر الفتره القادمه؟
وانا كريم طبعا اعتقد ان انا قلت رايي من البدايه وقلت ان انا رافض لهذه الفكره وقلت اسبابي. يعني هو المفروض لما يكون عندنا فكره او عندنا اتجاه لازم يكون له اسباب. ما يبقاش الموضوع مجرد يعني حاجه خطرت على بال حد فعايز ينفذها خلاص. لا لا لازم يكون ليها منطق، لازم يكون ليها اسباب ولازم يكون دارسها كويس عشان خاطر الامور اللي زي كده بتفرق كتير جدا. انت بتتكلم في مصير التحكيم المصري، بتتكلم في مباراه هجيب لها حكام اجانب وتخلص زي ما تخلص. في فرق كبير ان مفهوم عند الناس لازم تفرق بين ان انا اجيب حكام اجانب وغالبا بينجحوا في اداره المباريات لانهم ما عندهمش ما فيش يعني كل الظروف بتتوافر ليهم الامكانيات من حيث عدم الاعتراض كل حاجه فبينجحوا. الناس متخيله او انا الناس بتتكلم عن الموضوع على انه تحكيم اجنبي، يعني هم بصيلوا على انه كانه هيجي يحكم. لا الموضوع مش كده خالص. موضوع انت عندك مسؤوليه التحكيم في مصر هنا مسؤوليه كبيره جدا مش سهله. عندك دوري ممتاز وعندك قسم ثاني وثالث ورابع ودوري شركات ودوري مناطق ومحافظات عندك 26 منطقه فيها حكام. الموضوع لازم الناس تدرسه بشكل منطقي. انت هتجيب واحد عشان يعين ماتشات الدوري الممتاز بس وده اللي هيحصل. طيب كابتن جمال بصراحه شديده كده، هل حضرتك راضي رضا بجد عن حكامنا المصريين في الفتره الاخيره المستوى اللي بيقدمه؟ لا متفق معاك ومتفق مع اي حد ان في اخطاء ودي موجوده في كل مكان في العالم. ممكن تكون زياده شويه الفتره اللي فاتت ممكن عدم توفيق لكن انا كمان عايز اقول لك يعني تعالى نقارن انا وانت يا كريم بتجربه قريبه لسه قريبه قوي. مباراه الاهلي والزمالك والحكم الاسباني حضرتك كم مره حد اعترض عليها؟ ولا مره. طيب كم مره؟ طيب تسمح لي ارد على دي؟ تسمح لي ارد على دي؟ اتفضل. طب اتفضل انت افتكرتك بتسالني. اتفضل هكمل بس. ماشي. قبليها قبليه الفتره اللي فاتت لما كان موجود احمد مجاهد ولما اصر على انه مباراه الاهلي والزمالك بحكام مصريين واداروا ثلاث مباريات، اعتقد محمود البنا ومحمد عادل وامين عمر اداروا ثلاث مباريات بشكل رائع جدا كل اشاد فيهم برغم ان هم بالنسبه لهم كانت المباراه دي حمل تقيل جدا وبرضه لم يسلموا من الـ من الـ من الـ من الضغوط جوه الملعب ولم يسلموا من الضغوط من السوشيال ميديا ولم يسلموا من الضغوط من المسؤولين ولكن هم نجحوا. يعني هم لو متوفر لهم ربع اللي متوفر للحكم الاسباني اعتقد كان هيكون ادائهم افضل كمان من كده. يا جماعه الموضوع ما ناخدوش كده بشكل سطحي، ناخده بتعمق شويه. احنا محتاجين ايه؟ الحكام محتاجين ايه؟ الحكام محتاجين ثقه بالنفس، هتجي لهم منين الثقه بالنفس؟ هتجي لهم من انه في اتحاد كوره بيحييهم بيقف امام الانديه. خلينا نتكلم بصراحه يا كريم، احنا عندنا انديه نفوذها احيانا بيبقى اكبر من اتحاد الكوره، كلنا عارفين كده. وبيبقى اكبر من قرارات اتحاد الكوره وبيغيروا قرارات كتير للناس اللي موجوده. وبيختاروا حكام؟ بيختاروا حكام الله اعلم. انا بالنسبه لي وانا بشتغل اقدر اتكلم وانا بشتغل فترات بشتغل فيها ما فيش مخلوق يجرؤ يجي جنب لجنتي. انا بتكلم عن نفسي مش شعب غيري. مش شعب غيري. انا مش انا بسمع زيك. لكن الامور اللي زي كده ما بحبش اتكلم فيها. لكن احب اتكلم عن انا عن حاجه انا مريت بيها. ممكن يكون انا بالنسبه للناس ما يعني احيانا بيصنفوني ان انا دم تقيل، بيصنفوني ان انا تصادمي، بيصنفوني زي ما هم عايزين. ما عنديش مرونه. حطوها تحت اي بند. يعني حضرتك مش موجود في اتحاد الكره عشان ما عندكش مرونه؟ ما عنديش مرونه طبعا وتصادمي الحاجات دي سمعتها بكده واسباب اتقالت يعني. فخلي بالك برضه ده مش موضوع انا ما اتكلمش عن جمال طبعا لا انا بس على فكره هو ده 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 اساس موضوعنا. ما هو لو رئيس لو ما احنا لما بنقول عايزين خبير تحكيم اجنبي فاحنا متصورين زيه زي الحكم في الملعب، مش هيبقى عليه ضغوط من حد وبالتالي هيبدا يختار براحته. عشان انت بقى مين اللي بيعمل الضغوط؟ انا هتفق معاك في دي يا كريم. اتفضل. هو انت حضرتك عايز تقول انا كاتحاد كوره انا بتدخل متعود ان انا بتدخل في شغل الحكام اللي هم شغل الحكام في شغل ايه مسؤولين التحكيم. طيب انا بقى هجيب اجانب عشان ايه ما اتدخلش؟ هو ده كلامك يا كريم؟ طب ما تصلح العيب عندك انت مش عند انا.
طب ما خليك انت على الحياه، طب ما تخلي اللجنه دي تبقى مستقله، طب ما تدي اللجنه دي مستحقاتها. يا سيدي الفاضل انت رايح تجيب خبير تحكيمي هتدفع له في الشهر مش اقل من 30 40 الف دولار ومسكن ومميزات ومساعدين، وحكامك انت ما خدوش فلوسهم لغايه دلوقتي من اول الموسم، هو ده يعقل؟ هل ده يعقل؟ هو ده انت يا راجل جاي بتلغي مراقب الحكام عشان اللي كان بياخد مش عارف 500 جنيه ولا 600 جنيه عشان توفر فلوس، اتقال كده توفر فلوس. طب ولما هيجي الخبير التحكيمي يقول لك عايز مراقب حكام هتقدر تقول له لا؟ لما يجي يقول لك لا انا عايز حكام من بره هتقدر تقول له لا؟ هو احنا عايزين نوصل لان احنا يبقى الدوري بتاعنا بتحكيم اجنبي؟ خلاص يلا اقضوا بقى على ما تبقى من التحكيم المصري وهاتوا تحكيم اجنبي زي ما اتقال قبل كده من مسؤولين انه هم عايزين يريحوا دماغهم. طيب هو كابتن جمال، كابتن جمال رغم ان انا الكلام اللي حضرتك بتقوله ده وطنيا انا عاجبني جدا وكلام محترم جدا، بس هم فين بقى الحكام المصريين اللي ما تقضاش عليهم وما فيش خبير تحكيم اجنبي من كاس العالم مثلا؟ فين الحكام المصريين من المنافسات الدوليه؟ فين سيدي الفاضل؟ وفين 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 المنتخب المصري من كاس العالم؟ وفين المنتخب المصري من كاس افريقيا؟ وفين المنتخب المصري من تصفيات كاس العالم اللي جاي، تصفيات افريقيا اللي جاي؟ هو بس الحكام اللي مقصرين الكره المصريه. ما احنا رايحين نجيب مدربين اجانب للمنتخبات، وهو المدربين، واحنا كان عندنا قبل كده مدربين وطنيين ما كان عندنا اجانب برضه. هو المدرب الاجنبي عمل لنا ايه؟ وصلنا لكاس العالم، هو وصلنا خد فينا بطوله افريقيا اللي احنا لغايه النهارده عندنا رقم القياسي بتاعها. يا جماعه الموضوع ببساطه، لو احنا محتاجين خبير اجنبي بمنطق باسباب منطقيه بامور تقنعني بيها اهلا وسهلا يا سيدي، وخليك انت بقى يا مصر تبقى مصر الدوله العربيه اكبر دوله عربيه افريقيه، تبقى هي اول دوله في افريقيا يدخلها خبير اجنبي عشان التحكيم، عشان هي ما عندهاش حد. لو انت ما عندكش حد يدير التحكيم روح هات زي ما انت عايز، انما انت بتعترف بتقول اصل انا مش هتدخل في شغل الخبير الاجنبي، طب ما تتدخلش يا اخي في المصري وسيبه يشتغل واديله كل الامكانيات وخليه يبقى مستقل. احنا بنقعد نشتغل وبنشيل مهمه ثقيله جدا 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 جدا، والمشاكل اللي بتجينا احنا كمسؤولين ما بتجيش من الانديه قد ما بتيجي من الاعضاء مجلس اداره الاتحاد. هم اللي المشاكل بتيجي منهم هم. هو الكلام انا لازم اكلمك بوضوح بقى. اتفضل. انا مرتين مشيت من اتحاد الكوره بسبب التدخلات. تدخلات من ايه؟ من اتحاد الكوره؟ بسبب التدخلات، عايزين يتدخلوا في التحكيم، في عايزين يبقى في وصايه على التحكيم. يعني هو ده اللي بنرفضه وده اللي احنا مش عايزينه. يعني اللي هو مين يحاكم او مين ما يحاكمش؟ لا 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 مش للدرجه دي، انا ما بسمحش كده، لكن في امور تخص التحكيم المفروض تطلق كمقابله محدش هيتدخل. احنا لازم نبقى التحكيم المصري مستقل. لازم اداره التحكيم المصري تبقى اداره متفرغه مستقله، مفيش اي اشراف عليها، مفيش اي ضغوط عليها، وتتساب تشتغل وتبتدي تشتغل بهدوء من غير الضغوط ديت، هتطلع لك احسن شغل واحسن حاجه، لان عندنا ناس كتير جدا عندهم خبرات. وان كان حد يا اخي مش موافق النهارده في ناس ثانيه بره كتير تقدر تشتغل. الموضوع مش حلو. طب كابتن جمال بعد اذنك، حضرتك نفسك اشتغلت باسمك الكبير العظيم في اكتر من مرحله لتطوير التحكيم في دول عربيه مثلا، ايه ما يمنع ان نجيب احنا كمان حد يطور لنا التحكيم؟ وانتوا معلش يا كريم فضل. انا عندي احساس مش منك انت لوحدك، من كل المداخلات اللي عملتها انتوا فرحانين ليه كده بالخبير الاجنبي؟ انتوا فاكرين انه هيعمل ايه؟ ممكن ارد يا كابتن جمال بعد اذنك؟ هقول لك ممكن ارد. احنا مش فرحانين، بالعكس احنا يهمنا انه يبقى التحكيم مصري عظيم ويبقى رئيس لجنه الحكام مصري رائع. وهو رئيس لجنه الحكام الاجنبي ده هيخلي التحكيم مصري عظيم. ما انا هكمل حضرتك اهو، بس هي الفكره انه الفتره اللي فاتت، هكلمك بكل صراحه بما اننا بنتحدث بصراحه دلوقتي، انه الفتره اللي فاتت ديت الحكام نفسهم بيختلفوا في قرارات في الملعب، رئيس لجنه الحكام باعضاء لجنه الحكام باتحاد الكره بيختلفوا عن الحكام في مباريات مختلفه، فالناس اللي هي الطبيعيه اللي زينا اللي ما بتفهمش في التحكيم قوي وتفاصيله بيبداوا لا اقصد انه لا انا بتكلم في دي الشغلانه بتاعت حضرتك وبتاعت الناس، يعني احنا نفهمها من بره، لكن احنا نفسنا نقول ايه اذا كان الناس اللي بيشتغلوا في التحكيم مختلفين، الناس اللي بيتقال عليهم اسره التحكيم كل يوم بنسمعهم عندهم مشاكل مع بعض، احنا نقول ايه؟ لا يعني لا ما ده مش ده ده موضوع تاني، معلش اسمح لي يعني مين هيلم كل ده؟ لا اسمح لي اتفضل. فكره ان اسره التحكيم كل يوم عندهم مشاكل مع بعض، وانا لما اختلف معاك انت بتقول دي ضربه جزاء وانا اقول دي مش ضربه جزاء يبقى بختلف، دي مشاكل؟ لا دي مش مشاكل. لا ده موجوده في كل مكان في العالم.
لكن لما حد يطلع يقول ان في عندنا مشاكل، فين هي المشاكل؟ فين هي المشاكل؟ هو لما انا اطلع احلل في التلفزيون يبقى رايي مختلف مع المسؤول تبقى دي مشاكل؟ لا طبعا، ده قصور في الـ في الـ في الـ في الـ في, الـ في, الـ في الـ اذا كان حد رايه كده ده قصور كبير جدا في رايه، لان ده شيء طبيعي جدا. في امور جد في الكره بتعتمد على التقدير، في قانون كره القدم ها في جزء كبير كبير جدا منه بيعتمد على التقدير. واحيانا احيانا ممكن انا اكون مخطئ، انا نفسي ممكن اكون مخطئ طبعا. انا نفسي ممكن اختلف مع حد يكون هو صح. لكن فكره ان احنا عايزين نجيب خبير اجنبي عشان اسس التحكيم اللي بيحللوا مختلفين مع بعض، لا يبقى انت بقى حضرتك كده دخلت في في في, في موضوع تاني خالص. يعني مش انت، يعني انا بتكلم على ما هو انا مش بكتب انا وجهه النظر دي، مش بكتب كابتن جمال. كابتن جمال الخلاف ما اقصدش بيه شخصي ابدا، انا اقصد تاني عشان حضرتك الامور تبقى واضحه بالنسبه لك. انا كريم من بره اهو، لما اشوف واقول لك بالاسماء، الكابتن الكبير كابتن جمال غندور والكابتن الكبير كابتن عصام عبد الفتاح مثلا اختلفوا في قرار تحكيمي، تمام؟ عادي جدا، ما انا فاهم انه عادي. فيجي واحد ثالث يقول راي ثالث خالص، فاحنا هنا كمصريين ومشاهدين نقول يا جماعه طب هم مين اللي عارف في التحكيم؟ طب مين اللي عارف قانون اللعبه؟ طب ما انتوا بتغلطوا كده في قانون اللعبه. طب احنا ما بنغلطش يا سيدي، ما بنغلطش يا سيدي الفاضل. تاني بنختلف في الراي، وهناك مساحه في التقدير من الممكن. انت عارف انه في مصطلحات جديده دلوقتي موجوده على مستوى العالم بيعلموها لهم في الفيفا، بيعلمها لهم لجنه حكام الفيفا مش احنا، انه ايه؟ ان هذه الدفعه لا تكفي لاحتساب مخالفه. عارف يعني ايه لا تكفي لاحتساب مخالفه؟ يعني في مساحه، يعني انا بالنسبه لي انا شايفها لا تكفي، هو شايفها لا تكفي. هو ده مش اختلاف في التقدير، دي ظاهره عاديه جدا يا كريم، ما فيهاش اي اختلاف طيب. ولا خناقه حضرتك ولا مشكله. هايل يا كابتن جمال، هسالك سؤال واضح، هل حضرتك راضي عن التحكيم المصري في الفتره الاخيره؟ لو راضي لا ما انا كنت لسه هكمل لك بقى. لو راضي قلت لك ممكن اكون متفق معاك، ما انا هقول لك لو راضي. لو راضي راضي بنسبه كام في الميه او تديله درجه من 10؟ درجه من 10 لا مفيش حد، مفيش بص عجب. في حد مفيش تحكيم في الدنيا بيتقيم بكم من 10. ليه بقى؟ لان انا ممكن اظلم حكم يكون عامل مباريات موفقه جدا ودرجه تقديره عاليه جدا، وفي حكم تاني اخطا في خطا مؤثر او خطا كبير ودرجته تبقى قليله، يبقى حرام اظلم بقى الراجل ده لما اقول ان التحكيم المصري مثلا 7 من 10 ولا 6 من 10. كابتن جمال انا حقيقي مستمتع جدا بالحوار ده حقيقي. هسالك سؤال له علاقه بطاقم التحكيم اللي حكم مباراه القمه الاخيره، وحضرتك قلت انه ما كانش حد بيعترض عليه رغم ان زيزو في اول نزله على الملعب وراح اعترض على الحكم جري عليه سبرنت. جري عليه سبرنت كان اعترض ازاي؟ عمل ايه؟ كان يعني بيعترض. طب يا سيدي بقول لك ايه يا كريم؟ لو تضمن لي ان الاعتراض بيبقى بنفس المستوى ده على التحكيم المصري انا موافق يا عم بتعظيم سلام وعايز. طيب اكمل لك بس نقطه عشان بس من الملاحظات بتاعت التحكيم يا كابتن جمال. ابسط الحاجات اللي هو الفار بياخد قراره بسرعه، الحكم بياخد قراره بسرعه، الماتش ما تعطلش ولا دقيقه من الحكم تمام. من الفار تمام. في تفاصيل كده احنا ما بنشوفها، يعني دي ملهاش علاقه بالضغط يا فندم، ملهاش علاقه بالضغط. لا 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 انا متفق معاك في انه هناك خصوصا ما حدش، اذا جبت بقى تقنيه الفار يبقى خليني اتكلم انا معاك بقى. ليه بقى؟ لان انا اللي دخلت تقنيه الفار عن التحكيم. يعني انا اللي كنت موجود في الفتره اللي بدانا فيها تقنيه الفار كويس، واشتغلنا في تقنيه الفار وعملنا الرخص للحكام في 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 زمن سياسي تمام. وبدات تقنيه الفار، معلش يمكن انا حضرت 6 ماتشات بس كمسؤول، 6 مباريات فقط في الفار، وبعدين مشيت قدمت استقالتي ومشيت، وبعدين كورونا والدنيا كانت واقفه، وبعدين رجع بعدين لما رجع بعدين يعني انا بقى اللي بعترف اهو بقول لك اهو إدارة الفار اللي كانت موجودة اللي بدأت فيه المؤهلة اللي حصل على الرخصة، أصل الرخصة مش للحكام بس حتى اللي بيدير الفار للمحاضرين ما كانتش موجودة، تسربت بعض المفاهيم الخطأ للحكام وحصل منها خلل، أنا اللي بعترف وبقول لك. ولكن ده مش هو ده السبب في إن أنا افكر بقى ان انا اجيب خبير اجنبي هيصلح كل دوت يا سيدي. والله لو في ايده بنسميها احنا ايه بقى؟ عصا سحريه. عصا سحريه يبقى اهلا وسهلا. عصا سحريه خلي بالك. بص يا كريم والله انا مبدئيا عشان تبقى عارف انا بتكلم معاك، انا بقول لك اهو انا لا
لا عندي طمع ولا عندي نيه ولا عندي اي رغبه في الشغل، عشان ما بدورش على حاجه شخصيه. انا غيره على التحكيم المصري، غيره على الناس اللي تقبرهم، على علي قنديل ومصطفى كامل محمود وحسين فهمي واحمد محرم ومحمد حسام. الناس دي يا جماعه افريقيا والمنطقه المحيطه بينا كلها كانوا بيعتمدوا على الاسماء الكبيره دي جدا، عشان هم دول اللي يدخلوا يطوروا التحكيم عندهم. انا غيران على اسم مصر الكبير، ها، وعلى ان التحكيم المصري راح كاس العالم 9 مرات في الوقت اللي الكره المصريه راحت كاس العالم 3 مرات بس. انا غيران على ان التحكيم المصري مش ما يستحقش ان هو يتحط في هذه المكانه، مش عشان اسمي انا فقط، انا كل الناس مع احترامي للجميع كلهم. كم مثلوا مصر كاس العالم، عندنا حكام مثلوا مصر كمحاضرين في كل مكان في العالم، عندنا حكام وقفوا قدام حكام العالم في بطولات كبيره يحضروهم. لا، عيب قوي ان احنا نوصل لدرجه ان احنا نجيب حد عشان يدير التحكيم. صحيح. كابتن الكبير كابتن جمال غندور، رئيس لجنه الحكام الاسبق بالاتحاد المصري لكره القدم، انا بشكرك شكرا جزيلا على هذه المداخله المميزه. لسه مكملين مع حضراتكم بعد هذا الفاصل، نستقبل ضيفنا الكبير كابتن احمد كشري مهاجم النادي الاهلي ومنتخب مصر الاسبق. خليكم معنا. يا اهلا بحضراتكم مره اخرى، شرفني وينورني في هذه الفقره ضيف عزيز دائما كابتننا الكبير كابتن احمد كشري، المدرب الكبير في الكرة المصرية مهاجم النادي الاهلي ومنتخب مصر الاسبق. كابتن احمد مشرف ومنور كالعادة. حبيبي يا كيمو، وانا اللي سعيد ان انا معاك، ويعني دايما بستمتع باللقاء معاك والبرنامج الجميل. يا حبيبي اخبارك ايه؟ كله بخير؟ كله تمام. لسه كنت بتكلم مع الكابتن جمال غندور دلوقتي بيقول لي انه احنا مش محتاجين خبير تحكيم اجنبي، راي حضرتك ايه؟ لا، احنا مش محتاجين فعلا خبير تحكيم اجنبي، احنا محتاجين خبير ومعاه مساعدين. خبير يعني احنا محتاجين خبير ومعاه مساعدين، انا وجهه نظري كده، يعني لازم خبير ومعاه مساعدين يكونوا اجانب. عشان احنا الفتره الاخيره بقالنا كام سنه المشكله عندنا كبيره، لغط التحكيم. تلاقي ضرب الجزاء يتفق عليها مجموعه ومجموعه لا، وكلهم خبراء، فانت تيجي تتكلم يقول لك لا، المسؤول يبرر الحكم خطأه، واللي بره يقول لك لا دي الحكم غلط. فدخلونا في مشاحنات وخلوا الجماهير بقت بتصطاد في برضه الحاجات دي. فانا طب واحنا ليه ما نبقاش زي السعوديه؟ ليه يعني؟ انت بص حتى يا كابتن احمد، مباراه الاهلي والزمالك اللي فاتت مباراه طاقم تحكيم اسباني، لا حد اعترض ولا حد اتنرفز ولا حد اتعصب، حتى الناس اللي قالت انه الزمالك كان ليه ضربه جزاء الناس واخداها عادي، عشان حاسين برضو انها ايه، تقديريه ممكن او ممكن، يعني الامور عدت ومفيش ازمه ومفيش مشكله. عشان دايما الكلام على فكره ايه، انه الجماهير بتضغط، مسؤولي الانديه اللي بيضغطوا على الحكام. ما انت لو مشيت بشكل سليم في المباراه ومشيت بشكل واضح صحيح محدش هيكلمك. بص انا هكلمك بكل امانه كريم، انا راجل يعني دربت في الدوري الممتاز وكان في ماتشات كتيره، الحكام كويسين. الحكام كاخلاق طبعا دي مفيش نظافه يد كويسين طبعا كويسين. مفيش الأمانة. خلاف على ده طبعا، بس في حاجه مشكله واضحه جدا. ان للاسف بعض الحكام بتنزل تعمل حساب انت مين وبتلعب مين. دي مشكله وبتواجه فرق كتيره جدا في الدوري. تلاقي الحكم احيانا لما بيلاقي فرقه كبيره قدام فرقه صغيره دايما بيجي مع الجانب الفريق الكبير دايما. بيجي مع فرقه جماهيريه احيانا تبص تلاقيه ميال، وساعات لو هو عايز يبين ان هو فير احيانا بيظلم الفريق الكبير عشان يخرج يقول شفت انا عملت ايه. احيانا بيغلط. يعني انا في بعض الحكام شفت مواقف يقول لك شفت انا اديت فلان انذار، شفت انا طردت فلان، ويبقى لعيب كبير. او هم حكام كويسين بس للاسف الحكم بيبقى داخل المباراه من الاخر مش عايز جمهور الفرقه دي يعني يخبط فيه. بس اقول لك حاجه بقى، انا معيد فيها كلام الكابتن جمال غندور، يمكن ما لحقتش واحنا في الحوار ما لحقتش اقولها له، انه لا في انديه بتضغط واتحاد الكره بيستجيب. يعني لو النادي مثلا اعترض على حكم وقال الحكم ده كان سيء و و وبتاع، مش هتلاقيه في الماتشات اللي بعد كده للنادي دوت الفترات اللي قريبه. فالحكم نفسه انا بحط نفسي مكانه، يقول لك انا السوكسي باخده في الماتشات الاهلي والزمالك. لو ضايقت ده ولا ده مش هلاقي نفسي. طبعا انا مش بقول ان هو ما عندوش ضمير، ولا بقول ان هو مثلا لا 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 عنده حساب كل، انا متاكد 1000000% ان الحكام بتوعنا عندهم نظافه يد، بس احنا بني ادمين. يقول لك انا لو زعلت ده مش هلعب تاني، مش هحكم ماتشات كبيره تاني. فاتحاد الكوره ما بيسندش برضه. بص دي يعني دي بتحصل كتير. يعني انا من ضمن الماتشات بدون ذكر اسماء
حكم جه كان بيحكم لفرقه قبل كده والفرقه دي خسرت معاه مباراه وكان في كلام في ضرب الجزائي فقعد 3 4 ماتشات 5 ماتشات فتره ما بيحكملهمش. فجه في ماتش انا، فلما جه في ماتش انا ظلمني، ظلمني بالجزاء بلمسه يد، ظلمني في طردين. كنت كسبان. فيعني عايز اقول لك ايه، يعني مش معنى ان انت يعني ما هو بيتضغط عليه وبتيجي ماتش عايز تعوض ماتش. انا الكلام ده مش بقوله طبعا الحكام واصدقائي والناس محترمه، بس نفسي الحكم يلغي الفانيلات، يلغي التيشيرتات. ما هو هيلغيها لو لقى سبورت ومسانده من فوق. يعني لما حتى لما يغلط ما يجيش اتحاد كوره ولا لجنه الحكام تقول له ابعد انت بقى شويه، ابعد انت غلطان. لا، غلط حاسبه على قد الخطا. ما تقولش انا هارد الجماهير، اصل هم اعترضوا عليه الماتش اللي فات فانا مش هخليه يحكم ماتشين كمان عشان ما نرفزش الجماهير. انت مالك؟ انا عايز اسالك سؤال، مين اللي بيطلب حكام اجانب؟ الاهلي والزمالك. الاهلي والزمالك، والاثنين لما يطلبوا حكام اجانب تلاقي الحكام المصريين في معظم الماتشات بتحاول ان هي تخرج في مباراه الاهلي والزمالك، ان هي بترضي الاهلي والزمالك عشان هم الشعبيه الكبيره. ومع ذلك ما بترضيش الاهلي والزمالك، يعني بيحاولوا ان هم خلال الموسم يرضوا الاهلي والزمالك، وتلاقيهم في الاخر الاهلي والزمالك بيقولوا عايزين حكام اجانب. انت تقصد انه الاهلي والزمالك هم اكتر فريقين بيطلبوا حكام اجانب، وهم ربما يكونوا اكثر استفاده من الحكام المصريين؟ لا، الحكم بيبقى الزمالك دي حقيقه طبيعه شعبيه النادي. على فكره برافو عليك، شعبيه النادي عالميا كده برضو. يعني الانديه الصغيره في اسبانيا تقول لك لا الحكام بيجاملوا ريال مدريد وبرشلونه. يعني هو بطبيعه الحال الشعبيه بتفرق نفسيا عند بعض الحكام، مش كلهم. طب طبعا انا ليه ما اجيش في الماتشات دي ابقى فير ايا كان؟ ما انت لو حاجه صغيره عملتها كانك عملت الكبيره. يعني لو عديت مثلا ضربه جزاء فيها شك وحسبتها الفرقه كبيره، طب ما انت كانك عملت الكبيره. صح. فبالتالي انا وجهه نظري هم الحكام الموجوده حكام محترمه جدا وامكانياتهم عاليه قوي. بس ما اعرفش ايه الضغوطات اللي بيتعرضوا لها تخليهم احيانا في مباريات مايلين لكفه فرقه. فانا وجهه نظري عشان يبقى الامور دي فيها شفافيه اكتر، يعني ايه المشكله لما اجيب خبير اجنبي؟ ايه المشكله لما يبقى الدوري المصري بتاعي فيه اتنين حكام اجانب بيحكموا؟ اتنين يا عم، بلاش زي الامارات وزي السعوديه وقطر كلهم حكام اجانب. لا، هات في وسطهم اتنين واعمل شوف مستفيد وشوف الدنيا عم ماشيه ازاي. ايه المشكله؟ مش عيب. واحنا مصر قليله كريم. ده احنا اللي علمنا الناس الكوره، احنا اللي بدانا الكوره. فالنهارده اجيب خبير اجنبي، اجيب كابتن على فكره الكابتن جمال والكابتن عصام قمة طبعا، وناس يعني وصلوا لأعلى الإمكانيات أو أعلى المراتب في التحكيم وكل حاجة. بس إحنا النهاردة في مشكلة بتدور حول التحكيم. طب إيه المشكلة إن أنا أجيب حد ويدير نشوف نجرب التجربة؟ والله لو ما نجحتش يبقى خلاص زي ما بيقولوا، يعني جحا أولى بلحمة. يبقى إحنا نغير يعني. هو إيه اللي حصل مع المصري؟ أنت دخلت على طول. انا كنت عارف انه وقلنا المعلومه وقلنا خلاص، والكابتن احمد مش عارف حسدناك ولا ايه، ما كابتن احمد خلاص وفرحنا وانبسطنا كلنا، وانا ما اكذبش عليك هنيتك كمان. حصل يعني يلا بقى حصل كلام ايه اللي حصل؟ ما حصلش، ما فيش حاجه والله. اكيد ربنا يعني مأجل لي الخير ولعله خير طبعا. يعني كل حاجه بتبقى نصيب، ربنا مش رايد. انت انا بصلي قبل ما بروح نادي وبقول يا رب لو في خير قربوا لي، لو في شر بعده. يمكن يكون كان شر ليا او مش مصلحتي. طبعا دي المسلمات. ايه بقى اللي حصل؟ انت دلوقتي خلاص رحت واتفقت مع المصري بعد ما معين الشعباني وكابتن احمد كشري جاي خلاص وراجع هيلعب ماتش او اتنين قبل ما حتى يمشي معين الشعباني، اتقال انه تجدد الثقه فيه بعد ما كان حصل اتفاق معاه. تمام. ايه التغيرات؟ يعني ليه اولا تم تجديد الثقه في معين الشعباني وبعد معين الشعباني جه الكابتن حسام؟ طبعا الكابتن حسام حسن، ايه اللي حصل في الكواليس؟ بص يا كريم، انا اول حاجه انا لعبت في النادي المصري طبعا، ونادي كبير وجماهير وناس طيبين، وانا بقى يعني بحبهم جدا على المستوى الشخصي. يعني جماهير يعني بتحب فرقتها ومسالمة، يعني الامور كانت طبيعيه. يعني لما يجي يكلمني نادي بحجم النادي المصري، اكيد نادي كبير ودربوا قبلي مدربين من النادي الاهلي كتير واسماء كبيره. فبالتالي يعني الناس كلموني وقعدوا معايا. اول يعني طلب مني قلت لهم الكابتن معين انتوا مخلصين معاه، ما ينفعش نتكلم الا ما يكون قالوا خلاص احنا متفقين وهو عارف بعد المباراه دي خلاص هو مش موجود معنا اللي هي مباراه فيوتشر. يعني اكيد وكررت الكلام. فطبعا يعني مشينا في الاتجاه ده، قرينا الفاتحه. تاني يوم عملت العقد، خدت مقدم العقد.
خلاص كابتن بعد الماتش هنعلن بالليل وخلاص في تاني يوم يعني مقابلة باللعيبة وخلاص ونتوكل على الله. خلاص أوكي. لعبوا ماتش في فيوتشر طبعا النتائج كانت بتاعة الكابتن معين في الفترة دي آخر 11 ماتش مفيهوش مكاسب فبالتالي كان يعني الموقف يعني يستحق التغيير في الوقت ده. هو مدرب كبير ومدرب محترم لكن عارف زي ما تقولي أحيانا بعض المدربين أو اللعيبة ما بتوافقش في مكان فخلاص كان من الضروري ان يحصل تغيير يعني. وطبعا مجلس الاداره من حقه ان هو يتكلم مع المدرب اللي هو شايفه. وطبعا انا بشكرهم ان هم حط ثقتهم فيا وهم ناس محترمه ويعني الامور كلها كانت ماشيه بهدوء وطبيعيه لحد ما لعبوا ماتش في فيوتشر الفرقه خسرت 1-0 فخلاص كابتن معين المفروض بالليل هيقعدوا معاه يخلصوا اجراءاته الماليه وخلاص يعني اعلان يعني. كابتن معين خرج بعديها راح نزل للعيبه بعربيته للجماهير بعربيته وقال لهم ان انا وانتوا بس اللي بنحارب ومجلس الاداره يعني بمعنى صح يعني ايه ادى حته في مجلس الاداره فالجماهير حط مجلس الاداره في مواجهه في موقف بالظبط ف الله اعلم هو كان وجهه نظره ايه ممكن يكون هو عايز يمشي استقاله اقاله عشان ما يبقاش في شرط جزائي بيقول كده الله اعلم يعني انا ما اعرفش ليه قال كده يعني خاصه ان هو بيقولوا متفق معاهم وخلاص. فطبعا الجماهير يعني هناك عاطفيين وبيحبوا اللي بيحبهم والناس يعني ايه قالت لا والراجل يكمل معانا وازاي. فطبعا سياده المحافظ يعني محافظ بورسعيد راجل يعني راجل كروي وراجل يعني محترم ودايما بيدعم النادي فلأن الموضوع الجماهير بتتكلم وفي يعني ثوره على موضوع ان المدرب يمشي جاب المدرب وجاب مجلس الاداره وقعد معاهم وهدى الامور بينهم وده كان انا كنت شايفه مصلحه النادي ايا كان يعني مصلحه النادي فوق الجميع يعني. صحيح. بس فلما لقيت ان هو هيستمر كابتن معين رغم ان انا معايا عقد ومعايا يعني خلاص انا انهيت الاجراءات فطلبت ان انا اقعد مع رئيس النادي ورغم ان كل الناس في المجال الرياضي قالوا لي انت الفلوس اللي خدتها دي حقك وليك كمان ان انت يعني تشتكي النادي قلت لهم لا انا ما ينفعش ان انا اشتكي نادي زي النادي المصري او نادي لعبت فيه الانديه اللي لعبت فيها ومش طبعي ومش اسلوبي وانا ما بحبش اخد حاجه انا ما اشتغلتش بيها. فروحت تاني يوم للراجل وقعدت معاه قلت له ادي عقدك وادي فلوسك اهي وكنت واخد فلوسي كاش منه مش شيك زي ما بعض المواقع كتبت وعملت. فقلت له حاجتك اهي وانا لعبت في النادي المصري وده ناديه وليك القرار والحريه وما ينفعش ان انا استنى مدرب اتمنى ليه الخساره عشان اجي مكانه. فاديته الحاجه فطبعا يعني مجلس الاداره الراجل الحاج سمير حلبي يعني الراجل يعني راجل محترم ومجلس ادارته كلهم ناس محترمه جدا ويعني بصراحه وكانوا بيعملوا للنادي الامانه بصرف النظر هم من حقهم ان هم يقعدوا مع اي مدرب ويتعاقدوا معاه لان خلاص المدرب كان في حكم يعني خلاص. بس اديته الحاجه والراجل يعني وشكرته وشكرني وسبت الامور كده قرر ليهم. بس بعديها بكام يوم بعديها الماتش اللي بعده خسروا تاني من البنك الاهلي. وبعديها بس حصل تغيير وجي مدرب يعني مدرب تاني كابتن حسام حسن هو يعني مدرب ليلي يعني ليه هناك طبعا يعني بيتمتع بحب الجماهير وقعد معاهم فتره طيبه مع النادي المصري فربنا يوفقه ووفق النادي المصري وجماهيره يعني وانا داعم ليهم ويكفيني شرف ان هم يعني فكروا فيا وكنت ممكن ابقى مدرب النادي المصري شرف لاي مدرب محترم كالعاده. كابتن احمد والله في جديد في جديد ما بعد المصري والله في حاجات جت والله يعني انا عندي مشكله ما اعرفش هي المشكله عندي ولا يعني انا ما بحبش خلاص يعني من الخطوات اللي خدتها قبل كده بحاول ان انا اختار الخطوه اللي جايه. جالي نادي في المغرب في الدوري الممتاز المغربي وكلموني وكنت هسافر خلاص يعني كلموني وكنت حابب يعني الأمانة لكن شروطهم هي اللي ما كانتش كويسة جت لحد معين ولقيت ان اللي خلاني ما روحتش ان يعني ما كانوش عايزين الجهاز معايا فطبعا صعبة جدا ان اشتغل من غير جهازي. صح. ده انا رايح فترة كلها مباريات يعني فترة منافسات ما ينفعش ان انا اروح لوحدي. فطبعا اعتذرت وقلت لهم لا لو الجهاز مش معايا مش هينفع لان الفتره دي انا داخل على شغل على طول. فاعتذرت لهم وجالي فريق من السعوديه الامانه قعدوا معايا في فتره المصري وقلت لهم لا انا يعني كنت خلاص مخلص ساعه موضوع المصري فاعتذرت لهم
واترشحت الأندية كبيرة هنا كان ممكن لكن نصيب الحمد لله. وفي نادي قعد معايا من الأندية اللي صاعدة قعدنا مع بعض وقرر عندهم يعني اللي صاعدة جديد الدوري الموسم اللي جاي ثلاثة اللي صاعدوا جديد بالضبط قعدوا معايا من يعني ممكن 10 أيام كده وقرر عندهم عشان تكرر معهم نجاحاتك اللي قبل كده. والله مش هضحك عليك أنا نفسي أبدأ مع فرقة من بداية موسم اعمل فرقه بتاع لان انت بتاخد برضو شويه وقت عقبال لما تبقى عايز تعمل الاسلوب بتاعك اللي هو يتناسب مع الفرقه فلما بتجيب لعيبتك اللي تتماشى مع الاسلوب بتاعك بتبقى اسهل بالنسبه لك عشان انت قبل كده اشتغلت معهم بس في نص الموسم اشتغلت مع اسوان في نص الموسم وطبعا اشتغلت مع لعيبه لعيبه كويسه يعني ولعيبه محترمه طبعا اسوان والانتاج الحربي برضو يعني ده بالعكس يا ريت في نص الموسم كنت جبت لعيبه في يناير انا ما لحقتش لا هنا ولا هنا فتره يناير فما جبتش لعيبه فبالتالي انت بتشتغل على القماشه اللي موجوده وانت اللي بتفصل زي ما بيقولوا فلكن لما بتشتغل من بدايه موسم بتختلف معاك دي الانديه اللي يعني اتمنى ان شاء الله يكون من بدايه موسم في نادي كويس وجالي انديه طبعا تحت في الدرجه اللي تحت الانديه الكبيره كلها الامانه كلمتني الامانه يعني واشكرهم كلهم انديه محترمه لكن انا كان عندي ظروف تمنعني ان انا في الفتره دي ان انا يعني اشتغل تحت. علاقتك بالنادي الاهلي ايه؟ لا علاقتي طيبه جدا. انا بتكلم على الاداره دلوقتي ولا انا فاهم طبعا اسم كبير في تاريخ النادي الاهلي فطبعا ليك علاقه كويسه بس علاقتك بالنادي الاهلي كنادي اهلي والله اداره. انا يمكن يعني عايز اقول لك انا مش محتاج ان انا اتكلم واروح اقعد في النادي الاهلي انا ابني النادي الاهلي وخدت 10 بطولات مع النادي الاهلي. ويعني التاريخ سطر يعني اسمي جوه النادي الاهلي يعني انا مرتبط بيه وعلاقتي طبعا كابتن الخطيب يعني علاقه طيبه يعني لو الاهلي عرض عليك تبقى موجود مع جهاز فني اجنبي مدير فني اجنبي الفتره اللي جايه ممكن توافق؟ النادي الاهلي ده بيتي يا لا في مدربين يقول لك لا انا مش هشتغل مدير فني وفي مدرب تاني يقول لك لا انا احب اشتغل في النادي الاهلي لا بص النادي الاهلي غير النادي الاهلي يختلف عن اي نادي بالنسبه لي النادي الاهلي يعني لما يجي يكلمني او يقول لي حاجه زي دي يعني مش هفكر حتى عشان ده النادي الاهلي يعني خيره عليا النادي الاهلي اللي اداني اسمي اللي اداني شهرتي اللي حبب الناس فيا فانا بحب النادي الاهلي جدا وانا راجل اهلاوي وجماهيريتي وشعبيتي بالنادي الاهلي فبالتالي ما اقدرش اقول للنادي الاهلي حاجه وانا يمكن ما فيش تواصل ما حدش بيكلمني ما اعرفش يمكن انا ما بحبش اقحم نفسي في حاجه ممكن تكون فيها فرض شويه اسمي عليهم لكن لا طبعا ده انا علاقتي بيهم طيبه جدا وناس هم فوق الاحترام كمان يعني مجلس اداره بتاع النادي الاهلي ناس محترمه جدا ولما يكون مجلس الاداره فيه الكابتن محمود الخطيب اللي احنا حبينا كوره وطلعنا على عليه يعني وعصرناه طبعا يعني لا شرف ليا ان انا اكون متواجد في النادي الاهلي واعتقد ان انا برضو علاقتي بيهم كويسه وعمري ما عملت مشكله في النادي الاهلي يعني انا خرجت من النادي الاهلي بدون مشكله خالص صحيح. ودخلت بهدوء وخرجت بهدوء وخرجت من النادي الاهلي محترف في اوروبا وكنت يمكن رقم 12 في تاريخ مصر اللاعب اللي احترف بره واتعمل لي مؤتمر صحفي وخرجت بشكل يعني شيك جدا لا وطول عمري النادي الاهلي يعني بقول ان هو خير عليا ودي حقيقه صحيح فلا النادي الاهلي يختلف عن اي حد صحيح. كابتن احمد كوش لسه مكملين معاك هذا الحوار الممتع جدا بعد هذا الفاصل نواصل ان شاء الله. يا اهلا بحضراتكم مره اخرى. طيب كابتن احمد عايز اخدك شويه لمدرب منتخب مصر. نختار المدرب ازاي؟ انا اشوف هذا السؤال يبدو عادي وسهل بس هو السؤال عميق وكثير التفاصيل. لما نيجي اتحاد كوره يختار مدرب جديد لمنتخب مصر عشان ما نقعش في اخطاء الماضي. نختار ازاي وعلى اساس ايه؟ اول حاجه يكون مدرب مسك فرق وهو اول حاجه سنه يبقى صغير. انا مقتنع جدا بدي لان المدرب لما يكون سنه قريب انت كده نسفت لي السؤال اللي بعديه. مش مشكله هقول لك ايه وجهه نظري. ماشي. لان المدربين الصغيرين او اللي طالعين الدنيا اتطورت في اوروبا طرق اللعب اختلفت الاسلوب اختلف النهارده مين اللي نجح على مستوى العالم هتلاقي اسبانيا اسبانيا مين اللي ماسكها لويس انريكي مثلا دلوقتي واللي قبله كان مدرب اصغر منه لويس انريكي ادي مثلا ادى نفس السن من الجيل بتاعي جوارديولا لما درب ما كانش درب حد غير ناشئين في برشلونة نفس القصه في ريال مدريد وراح ماسك برشلونه بقى احسن مدرب في العالم وزيدان نفس القصه مع ريال مدريد وزيدان كذلك
طب تعالى اتنقل في حته تانية عشان الناس ما تقولكش ده. هولندا بتتطور وبتطلع فرق وبتوصل بمنتخبات وعندها لعيب. مدربين بتوعهم كلهم شباب صغيرين. مدرب بايرن ميونخ عنده كام سنه؟ 37 سنة. ولا 35 سنه. مدرب بايرن ميونخ اللي هو من اعظم فرق العالم. صح. النهارده انت بتروح تدور احيانا بتجيب تقول السيره الذاتيه، السيره الذاتيه مش بكتر الانديه اللي دربتها ولا المنتخبات. السيره بتاعت انا كمدرب لما تيجي تقول لي هجيب مثلا كريم مدرب اشوف لما راح في بلد مثلا او في فرقه طورهم وصل بيهم بايه، اسلوبه يناسب مصر ولا يكون راجل بيعرف يهاجم ويدافع. ما اروحش اجيب مدرب مثلا ناس تقول لك كوبر وصلنا كاس عالم، احنا ما عندنا مدربين بتعرف ترصص اللعيبه ورا وتفضل واقفه طول الماتش وتلعب على واحده. لكن مش ده اسلوب كوره، انت عايز يبقى عندك جيل، لازم يبقى ليك اسلوب، لازم المدرب يبقى بيعرف يهاجم ويعرف يدافع ويعرف يتعامل مع على فكره حضرتك دوت. يجي بقى راي تاني معاكس تماما يقول لك لا انت ما تجيبليش مدرب للمنتخب الا لما يكون خد بطولات وعمل مش عارف انجازات. لا انا ما قلتش بطولات. لا انا بقول لك في راي تاني بيقول كده العكس. بقى راي حضرتك. لا يعني راي انا على فكره بحترم راي حضرتك ده جدا. بالعكس. بس في راي تاني يقول لك لا لو جبت لي مدرب ما خدش بطولات وعمل انجازات وخلافه يبقى ما تجيبوش منتخب مصر، احنا مش هنقعد مش هيجي مدرب يجرب فينا. لا ما انت خد بطولات مع مين؟ هتتكلم على المستوى الافريقي. انت النهارده اللي خد بطوله افريقيا مثلا هيرفي رينارد راح في حته تانية. راح السعوديه وبقى بياخد ارقام ممكن تفاوضه ومسك المغرب ممكن بس هو الراجل النهارده يعني نجاحاته اعتقد انه خلاص بقى مطلوب بقوه فهو اللي بيختار. هتيجي تبص تقول بعده انت النهارده قلت عايز باتريس بوميل صح؟ صح. يعني انا يمكن قلتها بس انا مش بقولها ان انا وانا ماسك منتخب جيبوتي سنه 2008 كنت بلاعب منتخب زامبيا كان ماسكه هيرفي رينارد المساعد بتاعه باتريس بوميل. صح. النهارده مش عايز اقول لك يعني النهارده انت بتفكر في مساعد المدرب بتاع هيرفي رينارد ليه؟ يعني النهارده الراجل مسك عشان مسك كوت ديفوار، هو مسك كوت ديفوار عشان هيرفي رينارد كان مسك كوت ديفوار وخد بيهم بطوله فعايزين يكملوا الشكل بتاعهم والاسلوب بتاعهم. لكن هل نجح مع كوت ديفوار؟ ما نجحش مع كوت ديفوار. فانت النهارده بتفكر فيه ليه؟ ليه؟ اديني كده اهو. طب ما انت عايز تجيبه، ايه انجازه؟ ايه بطولته؟ ايه اللي عمله؟ ايه اللي وصل كوت ديفوار لايه؟ ما وصلتش لحاجه. سامع ان هو من الناس المرشحه بقوه. ممكن يكون مدرب كويس وعنده فكر، لو عنده فكر انا معاك، لو انت شايف اسلوبه وتطويره لاداء كوت ديفوار هاته، لكن انا ما شفناش التطوير ده، انا ما شفتش الكلام ده. هات مدرب من المدربين الصغيرين اللي لسه شغالين عندهم طموح عندهم فكر عايزين يشتغلوا. النهارده في انجلترا ستيفن جيرارد ماسك فرقه اللي هي استون فيلا وعامل بيها شغل كويس قوي. طبعا. باتريك فييرا كريستال بالاس وعامل بيها شغل كويسه. واير روني ماسك فرقه اعتقد تتكلم ساوث جيت نفسه المدير الفني المنتخب انجلترا الله صغير كم سنه صغير ساوث جيت مش كبير اتفرج على مدربين المنتخبات اللي صعدت كلهم شباب صغير. اتفرج على هولندا ليه النهارده مانشستر يونايتد راحت تجيب مدرب اياكس الهولندي لانه كان عنده في الملعب طبعًا. فرقه مش لعيب الكوره عنده منظومه صح يعني عنده منظومه. انا نفسي لما يجيبوا مدرب يجيبوا منظومه بس ده ما يمنعش برضه ان انشيلوتي هو اللي بياخد دوري ابطال اوروبا يعني اقصد هو هي مش بتبقى بالسن بس هي بالقدرات يعني كارلو انشيلوتي واخد انشيلوتي خبراته كبيره مع برضه هو النهارده ماسك مين يا كريم؟ هو ماسك ريال مدريد مش ماسك فريق صغير فريق بيعرف ياخد بطوله بمدربين بيه او من غيره ما خدها مع زيدان وخدها مع اكتر من مدرب فلما تكون انت خبراتك كبيره مع فرقه بتعرف تاخد بطوله هنا الكيمياء بتمشي ده قصه تانية انشيلوتي لكن تعالى شوف النهارده المدربين اللي بتطلع من هولندا. هو على فكره بالمناسبه بقى عشان احنا بعيد قوي هو اليو سي سي تقريبا عنده 46 او 47 سنه مدرب السنغال. طيب اهو وسنغالي وراجل من بلده محلي انت النهارده لما جيت تفكر في اياب جلال قامت حرب على الراجل من قبل ما يبدا ولما جه يشتغل انا اول مره اشوف اياب مش ده اياب جلال الراجل مش عارف يرضي الناس ازاي انت بيتهاجم من قبل ما يلعب فازاي النهارده هيبقى قوي مع الفرقه اللي هو داخل لها وهو من الناس بتقول ما يستحقش ان هو يمسك المدرب انت خلصت على المدرب المصري وده ما يصحش يعني ما ينفعش انت هتلجا للمدرب المصري في اوقات هيجي المدرب الاجنبي هيفشل معاك ويمشي تبقى لازم تجيب مدرب مصري ما عندكش ارتباطات افهم من كده ان انت مش مع عوده كارلوس كيروش للمنتخب لا مش مع عودته لا 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 انا مش مع عودته لان الناس اللي للاسف احنا بننسى الناس اللي بتنادي ان هو يرجع هي الناس اللي كانت بتقول ده ايه ده باختياراته غلط ده ما بنهاجمش احنا واقفين بندافع طول الماتش
هو راجل اكيد عنده خبرات ومدرب كويس، بس مش طموحنا. انا مش شايف ان احنا كان لنا شكل. انت هات لي كده في بطوله افريقيا كلها كم ماتش لعبته كويس، كم ماتش هاجمت فيه، وصلت للجون كم مره؟ هتقول لي المغرب، المغرب انت خطفت المغرب، المغرب قبل ما تجيب الجون كان هيخش في الجون، كنت هتخرج من البطوله. عملت جيم كويس مع المغرب، لان المغرب في بيننا وبينهم شمال افريقيا في بيننا وبينهم يعني ايه التنافس شديد. بس عارف يا كابتن احمد، قول لما الكابتن احمد كوشر يصنف من مدربين الدوري المصري ان هو مدرب محترم. حضرتك دربت فرق كثيره جدا وكنت بتدافع كويس جدا وبتعرف تشتغل على هجمات مرتده تسجل بنا اهداف، اكيد مش بتلعب اداء هجومي كبير. تمام. ليه؟ عشان كنت تلعب على امكانيات فرقتي. طبعا، برافو عليك. ما احنا لازم برضو نقدر، ما هي دي بقى هي دي الحلقه المفرغه اللي بيننا وبين اتحاد الكوره وبين كل الجماهير، انه انت مستواك دلوقتي الفني بكواليتي اللاعبين بامكانيات بالمقارنه باللي جنبك انت بقيت بعيد. بس ناخد نفسنا، احنا طول الوقت نتحدث عن مصر، منتخب مصر التاريخ، منتخب مصر 2006 2008 و2010. امكانياتك دلوقتي بالمقارنه بامكانيات لاعبي السنغال يا كابتن احمد عامله ازاي؟ لا في فرق، في فرق. صح. انا لو نزلت لعيبه السنغال دي مهاجم هيحصل فيا، هيحصل فيا زي ما حصل قدام المنتخب الاثيوبي. يا كريم انا مش مهاجم. معلش انت كده بتتكلم ان احنا لازم نقف، هنقف ندافع للفرق كلها. لا طبعا، احنا عندنا عندنا مدربين بتعرف تدافع. بس احنا هاجمنا قدام منتخب ليبيا وكسبناه 4. يعني كارلوس كيروش نفسه هاجم قدام منتخب ليبيا عشان امكانياتك اكبر وكسبت 4. ماشي، بس انت احنا عايزين يبقى لنا اسلوب هجومي. زي ما انا بدافع، المدرب ما ينفعش يبقى مدرب. انا مش مع كلامي يقول لك ايه ده مدرب بيدافع بس او بيهاجم بس. يعني ايه بهاجم بس او بدافع بس؟ صح. انا لازم اعرف قدرات الفرقه اللي معايا، ولازم يبقى عندي اسلوب اوجد للفرقه الحلول اللي توصله للجون. لو انا ما وجدتلهوش الحلول يبقى انا مش مدرب. انا النهارده هقف ادافع. طب ما انا بقف مثلا في فرق البمسكه لما اجي العب اهلي وزمالك بدافع، لكن في نفس الوقت بعرف امتى هاجم عشان اروح اجيب جون. لكن لو افضل ادافع طول الماتش عمري ما اعرف اوصل لمرمى الاهلي والزمالك واسجل فيهم. صحيح. فانت لازم المدرب اللي يجي يبقى عنده، انت ماسك منتخب مش منتخب مصر مش قليل. ولو انت شايف ان الجيل مش جيل قوي يا عمي تعالى حط في وسطهم دعم وغير الشكل وحط. طب ما ظهر معاه لعيبه كويسه، الناس حسبت عليه ان هو احمد رفعت ظهر معاه، مصطفى فتحي ظهر معاه، محمد عبد المنعم ظهر معاه، عمر كمال عبد الواحد ظهر معاه، صح ولا يا كريم؟ صح. وما لعبهمش بعد كده. ما لعبش الا محمد عبد المنعم بس. وعمر؟ لا عمر، عمر لعب عمر جابر عليه. الافكار كلها؟ لا عمر جابر في الاخر لعب عليه في ماتش السنغال، رايح جاي لعب ليه؟ طب احمد رفعت ما لعبش تاني ليه وهو نجح معاك في البطوله العربيه؟ بس لاعب مهند لاشين. انا بكلم محمد عبد المنعم. ماشي لعبهم. ايه لما جه ياخد مروان حمدي. ماشي ما لعبهمش بعد كده ليه باستمرار؟ يعني احمد رفعت ما شاركش ليه رغم انه نجح معاك في البطوله العربيه؟ انت عارف كارلوس كيروش قعد مع منتخب مصر ده يا كابتن احمد؟ ست شهور. ست شهور احنا بنحاسب الراجل ده كانه قعد معانا ست سنين. بص يا كريم، ست شهور بصراحه. بص يا كريم انا اقول لك حاجه. انا مش بقول ان الراجل سيء، انا ما اقصدش ادافع عنه، انا بطمح في احسن منه طبعا. انا مدرب عايز احسن منه. صح كده. انا مش بتكلم بقول الراجل وحش. صح كده. انا بقول عايز احسن منه، عايز مدرب يطور لنا كره نبقى قاعدين بنتفرج على كوره. صح. منتخب مصر لما يجي لاعب فرقه حتى زي السنغال، ايه المشكله ما هاجم السنغال؟ مفيش خلاف. ايه المشكله؟ انا بصراحه نفسي بيب جوارديولا. ايه المشكله؟ انا بتكلم على طموحك. يعني اقصد انه في مشكله، كارلوس كيروش حلو بس احنا عايزين احسن. انا موافق. يعني ايه المشكله؟ يعني انا اقول لك حاجه، وانا لما بلعب مثلا السنغال او بتلعب كوريا الجنوبيه مثلا او بتلعب ايه المشكله ان انا هاجمها وتهاجمني ايه؟ يعني انا عندي لعيبه كلها. هو انت اللعيبه اللي عندك قليله برده؟ معلش مع احترامي، انت عندك لعيبه خبراتها كبير. ممكن تكون لعيبه مش في حالتها. صح. هل كان من مباراه الدوري لكن انا برضو منتخب مصر. انا لازم ابقى نازل اسمي وتاريخي وعرقت في الكوره تخليني ان انا اخوف اي فرقه. صحيح. حتى السنغال، السنغال ما كانتش فرقه بطوله. صح. انت خليتها فرقه بطوله. السنغال ما كانتش بتاخد بطوله. ايه المشكله اما انا بلعب في السنغال هناك بدافع وبهاجم؟ يعني معلش كل مدرب. صحيح. ليه فكره. صحيح. انا لو لعبت السنغال في السنغال، انا لو لعبت فرقه السنغال في السنغال، اول مباراه لازم اضغط عليه لانه هو بيبقى خطوطه بتبقى مفكوه عايز يهاجم. لقينا المباراه من بدايتها 90 دقيقه انا بهاجم اهو اللي فات مات. الضغط. المهم اللي جاي يا كابتن احمد. معلش انا بتكلم. صح. والله يا ريت. أيوة الناس. بس يا ريت الناس تفهمنا، عشان احنا للاسف دلوقتي الجماهير والناس اللي بتتفرج لو قلت اي حاجه هتلاقي ناس ساعات تقول العكس. عادي. انا بقول لا اقول وجهه نظر. انا بطمح لبلدي طبعا. انا بطمح في مدرب كبير. عشان كده قلت لك انا عايز يعني يلا تعالى نطمح ونشوف. انا عايز مدرب اشوفه انا وانا قاعد اتعلم منه. اقول. صحيح. ايه ده الراجل ده، ايه ده بينقل
من اللي من اللي خط الدفاع الخط الهجوم يبقى اسرع ما يمكن. صحيح. الحاجات دي مهمه. صحيح. كابتن احمد شرفت ونورت حبيبي. دايما بستمتع جدا بتواجدك. حبيبي يا كيمو. حبيبي انا سعيد ان انا معاك والوقت بيجري معاك بسرعه. يا حبيبي نورت الدنيا يا كابتن. حبيبي احمد اشكرك شكرا جزيلا. ده كان لقاءنا مع الكابتن الكبير كابتن احمد كشري. بعد الفاصل نقضان الرياضيان رامي رجب واحمد الشامي في ضيافه رقم 10. خليكم معنا. يا اهلا بحضراتكم مره اخرى. شرفني وينورني في هذه الفقره الاساتذه الكبار استاذ رامي رجب واستاذ احمد الشامي نقضان الرياضيان. استاذ رامي مشرف ومنور كالعاده. ربنا يخليك. اخبارك ايه؟ انا سعيد ان اكون موجود معاك ومع صديقي العزيز احمد الشامي. ده شرف ليا. استاذ الكبير استاذ احمد الشامي مشرف ومنور وبيتسو موسيماني. اخبارك؟ مش ناسيلك انا. بس ده كان سجال بيني وبينك. بس كان مدتها شهرين. بس يعني كانت المؤشرات كلها بتقول كده. سواء انا بس افكر الناس. احمد من شهرين كان معايا ثلاثة كمان بالزبط. قال لي بيتسو موسيماني ماشي ماشي ومش هيكمل تعاقده معايا. وانا اقول له يا جدع مستحيل راجل ماشي زي الفل وناجح. هو يقول لي هيمشي. احمد من الناس الكتار جدا في الاهلي يعني. لا يومها الناس هجمتنا كتير جدا. صح. بالليل تاني. صح. يوم وكان في حظر كتير للفيديو المتقطع. خدت انا الخناقه. انا شيل بقى شويه. انت قلت الصح. لا هو بص فرصه يديك حقك كمان. لا يعني انا بصراحه يعني بشكرك وبشكر برنامج وبشكر زمايلنا في كلهم في الاعداد وطبعا الاستاذ احمد درمالي لما اتكلمنا يومها يومها موسيماني حضر القرار فجاه كلمني. قال لي فاكر؟ قلت له انا فاكر. خد بقى الفيديو لان هو كان معايا يعني. صحيح. موسيماني كان قصه. قصة بتنتهي في النادي الأهلي مع حالة عدم الارتياح اللي عاشها بعد ما رجع من برونزيت كأس العالم. يعني عارف أنت الراجل اللي رجع بالبرونز بس برضه مش مبسوط. هو عنده بحث عن عرض. خلاص السد والريان أعتقد وفقا للكلام اللي اتكتب إن هم خلاص مقفولين بالنسبة له. صح. إذن هو ما كانش عنده عرض رسمي في أي دولة عربية حتى الآن. حسب الكلام الأول إن هو عنده عقد لتحليل كأس العالم وده أمر طبيعي ما كانش هيعيقه في النادي الأهلي. صح. النادي الأهلي حتى تاريخه عنده مشكلة مع المدير الفني. لكن عايز أقول لك بقى يعني معلومات تانية. يلا. خلينا نقول إن النادي الأهلي رصد 400 ألف دولار للجهاز الفني. عنده ثلاث مدارس بفاضل بينهم. 400 ألف دولار إيه في الشهر؟ في الشهر. الجهاز الفني. أوكي. مش خد بالك أنت في عندك مشكلة. دولار متحرك دلوقتي فبقت الأمور. لا بس أنا بس 400 ألف دولار ده بنتكلم لغاية حتى. حتى الدولار ده في السنه ده تقريبا يعني حوالي 5 مليون. هو انت كنت بتتكلم موسيماني كان باخد 200 في الشهر. فانت رصيد الضعف. فرصيد الضعف لان حركه الدولار عندك متغيره. فانت عامل اقصى رقم ممكن توصل له دلوقتي 400 دولار. عنده ثلاث مدارس بفضل بينها مدرسه البرازيليه مدرسه الالمانيه مدرسه البرتغاليه. في مناوشات على مين اللي هيكون في الجهاز. سامي قمصان ومحمد شرف ولا محمد شرف بس. والوارد حتى حينه محمد شرف اللي يستمر. ممكن يكون في تضحيه بسبب قمصان. تضحيه بسبب قمصان ولا سامي قمصان عشان عنده عرض تاني؟ مش كده بس يعني نقولش تضحيه. ممكن نقول ان الكابتن سامي قمصان يديله فرصه يبقى مدير فني فريق في الدوري عشان حرس الحدود فعلا بيفوض. النادي الاهلي كان عنده تجربه قبل كده مع الكابتن محمد يوسف والكابتن حسام البدري لما اشتغلوا على او ما قعدوا على منصب المدير الفني بقى في مشكله لاي واحد جاي. فهم انا اعتقد ان ده التصور ان هم مش عايزين يدخلوا فتره ان يجي راجل اجنبي فيبقى الراجل عنده تخوف او يعني. دي مفاجاه تانية انت قلتها لي انه كابتن سامي قمصان ممكن يمشي. قلت اي حاجه. انا اسيبك عشان لما نرجع بعد شهرين اقول لك انت قلت صح ولا غلط. انا بقول لك هو التصور يعني ده يعني كان عندي مداخله او مكالمه النهارده مع واحد من المسؤولين في النادي الاهلي قعدنا ندردش كده شويه حوالي ثلث ساعه. قلبنا فيها كلام كتير ده كان من ابرزها. عظيم. النادي الاهلي كمان عنده رؤيه للافارقه. هيبقى عنده يعني ثلاثه بشكل كبير بما فيهم ديانج بس اعتقد ديانج اتاخر للشتاء يعني. ممكن في انتقالات يناير مش الصيف. بيرسي ومكسواني لا ما هو مش منتهي. هيمشي. خلاص هم منتهيين هم كمان مش مرتاحين. طيب استاذ رامي صح الحمد لله ده انت عندك الحكايه الكبيره. مدرب منتخب مصر النهارده بدأ الحلقه اصلا بمدرب منتخب مصر وسالت سؤال واضح في معايير في خطه في تصور في اتحاد الكره دلوقتي المدرب منتخب مصر ولا الموضوع متوقف على فكره ان احنا هنرجع كارلوس كيروش وبس؟
خلينا بس قبل ما ابدا يلا. في قصه المنتخب يعني حته تسامح امصان انا اعتقد من وجهه نظري لابد ان هو يستمر خلال الفتره الجايه. مهمه الفتره اللي جايه دي مهمه جدا للنادي الاهلي. وجوده مع الجهاز الفني الجديد صح. الاجنبي هو اللي هيبقى المراه بالنسبه له فتره طويله جدا صح. انت مش جايبه في نهايه موسم او سيزون، فياخد وقت المدير الفني الاجنبي عشان يتعرف على اللعيبه. سامي امصان ان كان جاي له عرض بره اعتقد وجوده في النادي الاهلي بالنسبه له بيصنع تاريخ حتى لو ما كانش الراجل الاول. بس انا قلت خد بالك يا هيفضل هو محمد شرف بصفه ان الاهلي كان عنده مشكله تذكر مع موسيماني لما ما كانش فيه مدرب عام ومدرب، فكان عنده مشكله لان هو حب يضيف مدرب مع الجهاز وموسيماني رفض، وده كان واحد من الخلافات. في اقتراح ان سامي يمشي مع استمرار محمد شرف. ده يعني ده الحالتين. انا من وجهه نظري ممكن انت عندك معلومه. لا يعني انا أكد. لا هو لا يتحدث عن معلومتك، هو يتحدث عن وجهه نظره. انا بوضح له برضه علشان هو انه الخيارين مفتوحين. بس انا بالنسبه لي سامي الابرز حتى الان ان محمد شرف ياخد فرصه وسامي ممكن ياخد تجربه صحيح اخرى. بس انا كان وجهه نظري ان هو مهم جدا الفتره اللي جايه دي، خاصه ان انت في منتصف سيزون صح. وعندك ماتشات مهمه الفتره اللي جايه، وسامي هو الاقرب للعيبه، فاعتقد يعني هو زي ما بقول لك كده هيبقى المرآة للنادي الاهلي. صحيح. بالنسبه على المنتخب بقى، يمكن كلام كتير جدا الفتره الاخيره حصل مع المنتخب. هل كارلوس كيروش هيرجع للمنتخب ولا لا؟ الحقيقه في عقبتين بالنسبه لكيروش مهمين جدا الفتره اللي فاتت دي. العقبه الاولانيه اتحاد الكوره تعامل معاه الفتره اللي فاتت دي قبل رحيله معامله بالنسبه له كانت غير معامله غير احترافيه. ليه يا استاذ كريم؟ الراجل ده كان له مستحقات ماليه كبيره جدا خلال الفتره اللي فاتت دي، كان له ماتشات من بطوله الامم الافريقيه مكافئات ما خدهاش، كان له بعض المكافئات في بطوله كاس العرب ما خدهاش، كان له بعض المستحقات حتى في انجاده طوال الفتره الاخيره ما حصلش على مستحقاته بسبب الازمه الماليه. لما الاستاذ جمال قعد معاه فالراجل اتكلم معاه، انت ليك مستحقاتي قبل ما يمشي على طول، فقال له في بعض المكافئات الدكتور اشرف صبحي يمكن او وزاره الشباب والرياضه صرفتها. فلما جه اتكلم مع اتحاد الكوره في الموضوع ده فقال له لا انت خدت المكافاه دي، فالراجل استاء جدا، وده اللي حصل وده السبب الرئيسي في رحيل كارلوس كيروش بعد الجلسه اللي عقدها كابتن محمد بركات. انا كنت موجود في اتحاد الكوره وقتها، والكابتن وليد العطار المدير التنفيذي لاتحاد الكوره، وكان القروب يعني الامور قريبه جدا لتجديد التعاقد مع كارلوس كيروش. الراجل اما لقى الامور بالشكل ده الراجل يعني استاء جدا من المعامله، استاء جدا ان هو يعني رغم فشله في عدم وصول المنتخب لكاس العالم، عدم حصولنا على بطوله الامم الافريقيه الاخيره، ولكن في هو بيعتبر ناجح اللي هو وصلك مرحله نهائيه وخسرت ضربات الجزاء، وفي نفس الامر في المباراه النهائيه في بطوله الامم الافريقيه الاخيره. فالراجل استاء جدا جدا جدا، وده كان سبب رئيسي ان هو يرفض، وعملوا جلسه وقتها زوم، والراجل اعتذر بشكل رسمي عن استكمال الامم. حتى وقتنا هذا الراجل له مستحقات وما حصلش عليه. الجديد كمان يا استاذ كريم ان الراجل ده كان عاوز يلجا للمحكمه الرياضيه لشكوى اتحاد الكوره، وكان متواصل مع عدد من هنا من اتحاد الكوره اللي هو لسه لحد الان ما حصلش على مكافئاته وفلوسه. كان المفروض كان هيشكو الاتحاد المصري لكره القدم للمحكمه الرياضيه على اساس انه حصل على مستحقات، ولكن الراجل انتظر. يعني هو عنده مشكله في الفلوس لكن ما عندوش مشكله ان حد يكلمه وقال له ما تكملش. لا في كان في تواصل، بس ان هو في حد المفروض تكلمه وقال له ما تكملش مع الجهاز ده مع المجلس ده مع المجلس الحالي. هو الراجل مستاء. ثانيا العقبه الثانيه ان هو متحفظ بشكل كبير جدا على عدد كبير جدا من اعضاء مجلس اداره اتحاد الكوره، شايفين ان هو هاجمه كتير. خلينا نقول بعد مباراه نيجيريا الاولى في الراجل تلقى هجوم كبير جدا، الناس انتقدته من داخل مجلس اداره اتحاد الكوره، وبعدها كمان انتقدوه في كام ماتش لحد ما وصلنا لدور 16 والامور بدات تتحسن. بس الراجل كان مستاء جدا من الهجوم عليه. هو اكتر الناس قريبين منه هو اللواء حلو المشهور، راجل قريب منه جدا، عاش معاه في بطوله الامم، كان رئيس بعثه المنتخب. هو اكتر الناس قربا لمستر كيروش. كيروش كلمه امبارح، كان في اتصالات ما بينه وما بين المجلس اداره اتحاد الكوره، وتم الاتفاق. الراجل يعني حتى هذه اللحظه مش عاوز يوافق او لسه متردد للموافقه على العوده للمنتخب الوطني. خلينا نقول لو الامور دي او الصعوبه دي او الحاجات دي ما حصلتش مع كارلوس كيروش، اعتقد ان هو كان هو انا هقول لك بنسبه 100% هو المدير الفني للمنتخب الوطني. الراجل كلمهم وقال لهم اديني مهله اسبوع، وبعد كده عاوز يعمل جلسه
في مصر هنا خارج مصر، جلسه ما بينه وما بين اعضاء المجلس عشان لتسويه الامور الماليه الاخيره واتفاق على اليه عمل خلال الفتره الجايه. الموضوع ده عامل قلق داخل اتحاد الكوره، مجلس اداره اتحاد الكوره. طب الراجل ده بعد اسبوع هل هيدينا موافقه ان هو يكون متواجد ولا يعمل لنا ازمه؟ فبالتالي اتحاد الكوره بدا البحث عن اكتر من سيره ذاتيه. اعتقد ان كابتن حازم امام تلقى اكتر من 50 سيره ذاتيه من عدد كبير جدا من المدربين اللي لهم اسمهم. بس خلينا نقول ربما النادي الاهلي بيحط رصيد عالي جدا عشان يتعاقد مع مدير فني اجنبي. اتحاد الكوره برضو الظروف الماليه اللي بيمر بيها، رغم يعني اعلن المسؤول اتحاد الكوره الفتره الاخيره ان الاتحاد ما بيمرش بازمه ماليه، لا في ازمه ماليه في اتحاد الكوره. الحكام مثلا بقالهم اكتر من 4-5 شهور ما حصلوش على مستحقاتهم الماليه بتاعه المباراه، رغم ان اللي كان موجود في اللجنه الثلاثيه ايام الاستاذ احمد مجاهد كان بيتقاضوا راتبهم او المكافئات بتاعتهم شهريا. في ازمه، في ازمه ماليه. الدكتور اشرف صبحي لما عمل جلسه مع مجلس اداره اتحاد الكوره قبل اعلان القرارات الرسميه اجتماع المجلس، وعدهم ان هو هيكون مساند قوي للمجلس خلال الفتره القادمه. شايفين غضب كبير جدا من الشارع المصري من خساره من اثيوبيا، خساره من كوريا الجنوبيه بالرباعيه، وكان في غليان داخل الشارع المصري. فالراجل اكد دعمه الدكتور اشرف صبحي ان هو هيدعم المجلس اداره اتحاد الكوره، وعنده استعداد كبير ان هو يكون مساند للمدير الفني الاجنبي اللي هيجي، هيكون ان هو يقدر يساعده في الراتب الشهري اللي يتقاضاه خلال الفتره اللي جايه. لا بس ثواني، هو الوزاره دايما ملهاش علاقه بالراتب اللي يخص اتحاد الكوره. ده الدكتور اشرف صبحي اعلنها. لا هو الدكتور اشرف لما اعلنها ده في ظل انت بتعدي ازمه، لكن هو الطبيعي اتحاد الكوره ده جهه مستقله لها مواردها، ليها استثماراتها، ليها فلوسها. انت ما عندكش بس مشكله، بس ده منتخب مصر يعني. ايوه بس انت ما عندكش، اتحاد الكوره قال لك مش هقدر ادفع المدرب المنتخب مصر. لا كريم، انت ما عندكش مشكله في فلوس اتحاد الكوره. انت عندك مشكله انك انت النهارده لو عندك ازمه زي ما رامي بيكمل، وانا يعني عندك هيبقى عندك حوالي 5 أو 6 مدربين اجانب. تمام ماشي، المدير الفني هنجيب، الوزاره هتدفع له، طب والباقيين هم تحملوا بقى. هم كمان عندك خبير تحكيمي اجنبي. ده انا بقول لك انت النهارده التحكيمي ده بص لو حسبناها برضه هتلاقي المبلغ كبير جدا. طيب النهارده يبقى انت النهارده هم عندهم شهادة اجانب يعني. بص هو مجلس اداره اتحاد الكوره في جلسته مع الوزير كان من ضمنها ان انتوا اهدوا ووضحوا الصوره وبس اتكلموا مع الناس، وده كانت القرارات كلها يعني لما تيجي تمسك القرارات مش هتلاقي فيه قرار ممسوك. خلاص هو احنا هنجيب. طب هنجيب مين؟ لسه هنشوف. طب مين ربنا يسهل. كروش، عودة كروش مش هتبقى في صالح الكرة المصرية. ليه؟ لأن أنت النهاردة حصل بينك وبين الناس فجوة. أنا وأنت دلوقتي اختلفنا، وأنت مشيت أو أنا مشيت. اختلفنا في الفلوس، واختلفنا إن في ناس اتصلت بيك يا عم كروش وقالت لك ما تكملش، وفي أنت خلاص ما بقتش مرتاح، وحس الناس دي أصلاً وجودك معهم مش هيبقى مفيد، إزاي هترجع له؟ طب من ضمن الكلام اللي رامي قاله قالك هيقدم شكوى. ماشي. عندك ثلاث من ضمن الحاجات اللي انا بقول لك انت عندك ثلاث حاجات دلوقتي حوالك. انت مشكله كمدير، انا وانت خلاص مش ما فيش تعاون او صعب ان احنا نوصل مع بعض للقصه دي. لذلك فكره اختيار مدير فني، مفك الضرب في العلاقه بالظبط كده. وانت عايز بقى مدير فني كده، هو الان عايز مدير فني، يعني يعمل لك خطه 4 سنين تقعد مع 4 سنين، مش اللي هو مباراتين ويلا. وليه كارلوس كيروش برضو خلي بالك يا استاذ احمد؟ لا هو كارلوس كيروش اول ما جه برضو ما كانش لاقوا الشارع المصري بعد الاداء في مع كابتن ايهاب جلال، فقال لك نرجع كيروش. استاذ رامي يعني خلينا نقول بس يعني هو رامي الناس كلها كانت معترضه على كارلوس كيروش لما كان مع المنتخب، لما الدنيا وصلت النهائي الموضوع قال لك ماشي احنا وصلنا النهائي، لكن انت مع كيروش لو رحت كاس عالم ولا خدت افريقيا ايه اللي حصل بعد كده؟ ولا ادينا غيرت في حاجات بس ما انا هقول لا اتفضل يا زرومي، بس عشان دي هرجع لك في الفضل. نقطه مهمه بعد الاداء اللي ظهر عليه المنتخب مع كابتن ايهاب جلال، قال لك لا كيروش يرجع. يعني الناس حتى انت معلش هو انت ما تجيبش واحد سيء. بص ايهاب جلال مدرب يعني محدود، انت غلطت فيه. لا 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 بص محدود كمنتخب. طب ما كمل. بص يا كريم انت بس اتظلم يا اتظلم ده قصه ظلم. انت النهارده لما تبقى ماسك احمد ممكن تديني بس فرصه اقول لك انا مش بتدخل خالص، بس انت ما تكون ماسك مدير فني منتخب ده قصه ثانيه. انا احترم الكابتن ايهاب جلال وكلنا نحترم الكابتن، وما عنديش مشكله خالص. انا هكمل لك، لا هكمل لك، بس فنيا ممكن يكون كلامك صح انه كان يبقى محدود على مستوى المنتخب ممكن. ايوه بس احنا ما لحقناش نشوفه يعني برضه عشان ابقى امين معاه. يعني انا ما عنديش مشكله هقيمه زي كارلوس كيروش،
واحنا ليه بنقيم كارلوس كيروش ان هو مدرب ناجح مع منتخب مصر رغم ان هو ما خدش بطوله ولا وصل لكاس العالم، بس وداك لاخر مرحله لاخر نقطه وخرج بضربات الترجيح، فده التقييم يعني، ده التقييم. لكن انا كابتن ايهاب جلال على فكره كان ممكن ياخد بطوله، هل ساعتها كنت هتقول ان هو كده بقى خلاص مدرب كبير لو كان قعد؟ ما ممكن يكون انت شايف ان المنتخب فيه مشاكل. ليه كوبر وصلنا كاس العالم ليه ما تقولش ان وضحت الامور ان في كتير من اللعيبه ما كانتش موجوده في ماتش اثيوبيا؟ لا ما هو تقول لي بقى ناس مش هتلعب. طيب بعد اذنكم مش هرجع تاني ماتش اثيوبيا، بس احنا نقدر نكسب اثيوبيا باي لاعبين. هو ده اللي بتكلم فيه. ودي هقول لك، يبقى هنا مش في مدرب يعني المفروض في اربع خط. خلينا حتى على الفرق الامكانيات اقصد. خلينا اقول لك النهارده انت تكسب كده. المشكله الكره المصريه في السنين الاخيره دي الروح اللي موجوده في اللعيبه مش موجوده بشكل كبير. يعني بتلاقي اللعيب مثلا في النادي متالق، شوف مثلا مباراه الاهلي والزمالك، روح عاليه جدا بالنسبه لعيبه الاهلي والزمالك، يعني زي ما كده بياكلوا النجيله الاخيره مثلا. يعني انا بتكلم في مباراه الاهلي والزمالك بشكل عام. حاجه استاذ رامي، بتلاقي نفس المستوى ده مش حاجة موجود مع حاجه المنتج. بصراحه الروح دي المفروض تبقى موجوده في كل اللاعبين في الدنيا، مش بس في لعيبه مصر ولا الاهلي والزمالك. فالروح دي حته على جنب. لكن انت بقى لو اتكلمت على امور فنيه ومستوى فني ومستوى بدني للاعبين، فاحنا لا احنا متاخرين. خلينا واقعيين بعيد. يعني كلاعبين ككواليتي لاعب، حتى اللاعبين في الاهلي والزمالك بتتكلم عن الروح، كان الروح شغاله حلوه بس الكواليتي مع المنتخب. كريم انت عندك 90 دقيقه في ماتش الاهلي والزمالك، ممكن تطلع منهم 30 دقيقه ممكن يكون فيهم لاعب. صح 30 دقيقه مش كنت عايز تقول مع المنتخب ايه يا زرامي؟ بالنسبه للمنتخب انا بتكلم على الروح الفتره الاخيره. أيوة يعني ما فيش روح. ثانيا والاهم، هل لو كابتن ايهاب جلال مش موجود مع المنتخب في مباراه اثيوبيا واللعيبه دي بتلعب بدون مدير فني ما تقدرش تفوز على اثيوبيا؟ لا طبعا. بس فالمشكله برضو مش عاوزين نحمل الكابتن ايهاب جلال. انا مقتنع ان بص يا وخلي بالك برضو مباراه كوريا الجنوبيه لعيبه مش مباراه يعني. كوريا الجنوبيه برضو ما اثير والتصريحات يمكن استاذ جمال علام قالها قبل هذه المباراه وتلميحه بالاطاحه بالكابتن ايهاب جلال اثرت بشكل كبير جدا 100% على الكابتن ايهاب جلال واللعيبه نفسها. انا كان نفسي نطول اكتر من كده والله. الحوار ممتع جدا استاذ رامي، شرفت ونورت. انا اسف الوقت خلص والله، وطولنا شويه بس نورت. استاذ احمد شرفت ونورت كالعاده، وهرجع لك تاني في قصه سامي ومصن بعد كام يوم كده. دي كان نهايه حلقتنا النهارده من رقم 10. يا رب تكونوا استمتعتوا معانا، واشوفكم يا رب على الف خير.